يا صباح الخيرات على مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، واهلا بيكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد حلقتنا كالعاده هنتكلم مع حضراتكم من خلالها عن كل الامور اللي تهم حضراتكم المتعلقه بالنادي الاهلي والغير متعلقه بالنادي الاهلي، لان احنا كمان بصدد يعني هي ايام بسيطه جدا بتفصلنا عن حدث عالمي كبير بينتظره كل عشاق كره القدم في كل مكان في العالم، واكيد حلقتنا النهارده لن تخلو من الحوار حول هذا الامر. صباح الخيرات، صباح عليك. الجمال، صباح اخر الاسبوع و10 الصبح في الاهلي مع حضراتكم. زي ما كريم اتكلم كده النهارده اكيد هنتكلم عن اخبار خاصه بالنادي الاهلي وكمان اخبار خاصه بكاس العالم وتحديدا المنتخبات العربيه المشاركه اللي تهمنا جدا واللي بنتمنى لها اكيد من اللحظه دي يعني كل التوفيق يا رب. في نجوم كتيره جدا في كل منتخب من المنتخبات المشاركه، كنا نتمنى طبعا ان احنا كنا من المنتخبات المشاركه العربيه، لكن معلش شاركنا قبل كده، باذن الله نقدر ان احنا فرصتنا تكون افضل بكتير جدا يعني المونديال القادم. لكن على كل حال خلينا ننوه عن الفقرات لان عندنا كلام برضو كتير جدا مع الاستاذ ايمن جلبرتو الناقد الرياضي، والفقره الثانيه هتكون مع دكتور علاء الدين احمد وملف اخر من ملفات الصحه. زي ما قلنا لكم كلها ايام بتفصلنا عن موعد انطلاق المونديال، وطبعا احنا كل يوم بقالنا فتره بنتكلم مع حضراتكم في امر ما متعلق بكاس العالم. تعالوا بقى النهارده ندردش عن ابرز اللاعبين العرب المتواجدين مع منتخبات بلادهم وابرز النجوم العرب برضو اللي للاسف هيفتقدهم المونديال الحالي، خصوصا وان النسخه الحاليه مقامه للمره الاولى اصلا على الاطلاق في احدى الدول العربيه. يعني كنا نتمنى جدا ان يكون موجود اكبر عدد ممكن من المنتخبات العربيه، ولو بصينا على المنتخبات العربيه اللي تاهلت هنلاقي السعوديه، المغرب، تونس، وطبعا قطر بطبيعه الحال بحكم ان هي منظمه الفعاليات. يعني بنتكلم على اربع منتخبات. تعالوا نبتدي كلامنا بالمنتخب المغربي اللي بيضم اكتر من نجم بيلعب في اوروبا ومؤثرين جدا الحقيقه مع فرقهم، اكيد على راسهم ياسين بونو حارس مرمى اشبيليه الاسباني والمتوج بلقب افضل حارس الموسم الماضي في الليجا الاسبانيه، ومعاه طبعا بكل تاكيد اشرف حكيمي المتالق مع باريس سان جيرمان ويوسف النصيري مهاجم اشبيليه ونايف اكراد لاعب ويست هام وكابتن الفريق رومان سايس لاعب بشكناش واللي احترف فترة في الدوري الإنجليزي، وأكيد طبعا النجم الشهير حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي. هذه الكتيبة الحقيقة يعني مديانة الأمل والطموح أن هم هينافسوا بقوة بالرغم من أنهم في مجموعة نسبيا قوية برضو بتضم بلجيكا وكندا وكرواتيا، يعني اكيد برضه هنتفرج على ماتشات ضرب نار. لا ده اكيد، ده فشور يعني الشهر اللي جاي ده كله اعتقد شهر مهم جدا وهيبقى فيه تركيز كبير جدا مع طبعا كاس العالم او المونديال. وخلينا برضه نتكلم او نروح بقى من المغرب لتونس تحديدا. تونس برضه طبعا بتشارك للمره السادسه في المونديال واكيد كلنا هنتابع يعني علي معلول هناك، هو احد ابرز نجوم طبعا النادي الاهلي وموجود هناك بقى مع منتخبه باذن الله كل التوفيق ليه، وزي ما بتقال كده واحد من ابرز الاعمده الاساسيه طبعا في تشكيلة المنتخب تونس. طبعا كمان معاه عندك وهبي الخرزي نجم مونبلي الفرنسي والموهبة زي ما تقال الشابة طبعا لاعب برينغهام الانجليزي. يعني بص هقولك على حاجة، تونس معاها فريق او لا معاها نجوم كتيرة جدا يا كريم، وفي نفس الوقت المجموعة كمان معاها مجموعة منتخبات هنا فرنسا واستراليا والدنمارك، فأعتقد برضو قدامها ماتشات مهمة جدا وماتشات تقيلة طبعًا. طيب خلينا احنا كمان واحنا بنتكلم عن أبرز نجومنا العرب، لكن كمان عايزين نتكلم في الفقرة الحوارية النهاردة مع أيمن جلبرتو هنناقش فيها كل التفاصيل الفنية، يعني كمان التفاصيل الفنية مهمة قوي ان احنا نتطرق ليها لكل منتخب في مجموعته. ونروح برضو للمنتخب السعودي، المنتخب السعودي برضو اللي بيواصل نجاحاته بشكل كبير جدا في التأهل بشكل مستمر حقيقي بجد للمونديال مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد. ده هنشوف برضو نجوم كتيرة جدا اللي ابرزهم عندك صالح الشهراني وعبد الله حمدان وسالم الدوسري، وده اسم كبير طبعا من نجوم نادي الهلال. السعوديه كمان خليني اقول لحضراتكم معاها الارجنتين والمكسيك وبولندا. أوه. ولا بص يعني طبعا ما للاسف بقى هو انت جامد بالظبط، يعني طبعا مهمتها مش سهله ابدا. وكمان عندك منتخب قطر طبعا الدوله المنظمه معاها لاعبين ممتازين جدا، يعني على كل حال احنا بنتمنى ليهم كل التوفيق. وفي كلام وتفاصيل وفنيات طبعا هنتكلم فيها وهنتطرق فيها في الفقره الاولى مع ايمن جلبرتو. طبعا مش محتاجين نقول لحضراتكم ان يعني ان من ابرز اسماء اللاعبين العرب اللي للاسف كلنا كنا بنتمنى ان احنا نشوفهم في المونديال الحالي، اكيد بنتكلم بصفه خاصه عن نجوم منتخبي مصر والجزائر، لان دول ابرز منتخبين فيهم كم كبير من اللعيبه المعروفين للصحافه الاوروبيه والعالميه. طبعا على راسهم اكيد اهم لاعب عربي في الوقت الحالي النجمنا الكبير محمد صلاح،
أسطورة ليفربول وهدافه خلال السنوات الأخيرة. ولو تابعنا يعني أغلب التقارير اللي نشرت في وسائل الإعلام عن أبرز النجوم الغائبين عن المونديال هنلاقي اسم محمد صلاح بيتصدر هذه القائمة، وأكيد كمان النجوم منتخبنا محمود حسن تريزيجيه اللي سجل حضور مميز الحقيقة في الدوري التركي. برضو كنا نتمنى نشوف محمد النني لاعب وسط أرسنال اللي رجع مرة تانية لتشكيلة الفريق بعد شفائه من الإصابة. الحقيقة كان هيفرق معانا كتير وجودنا في المونديال، لكن للأسف نرجع ونقول هي ركلات الترجيح أو ضربات الحظ زي ما بتقال، ما كانتش في صالحنا يوم الماتش الفاصل مع السنغال. كنا نتمنى جدا وجود منتخبنا المصري في أحداث وفعاليات هذا المونديال. بص يعني طبعا هيغيب صلاح وهيغيب برضو من الجزائر، لو هنتكلم كمان عندك يعني رياض محرز وعندك أسماء كتيرة جدا وإسلام سليماني، يعني في أسماء كبيرة ومعروفة مشهورة للعالم كله طبعا هتغيب. نرجع نقول المرة تانية ده الوضع اللي احنا فيه، طبعا حاجة مش أكيد يعني بسطانة أبدا أو حاجة يعني تسعدنا، لكن للأسف الشديد هو ده الوضع. نتمنى يكون فيه الأفضل مع قيادة طبعا فيتوريا. الوضع يمكن الفترة اللي فاتت ما كانش الأفضل أبدا بالنسبة للكرة المصرية، لكن في شغل بيتم ولازم ندي كريدت كريم برضو، ما ينفعش إن احنا نيجي نقعد ننتقد بس، لأن طالما كان عندك مشكلة كبيرة جدا عندك مشكلة كبيرة جدا وكان في يعني ثغرات وفي سلبيات وإلى آخره، لكن المنظومة زي ما بيتقال كده بيتم إعادة ترتيبها مرة تانية. ليه؟ لأن المنظومة لازم يكون من كل الجوانب بتتم تشكيلها بشكل جديد او تنظيمها بشكل جديد، سواء بنتكلم عن لعيبه او بنتكلم عن امكانيات او اداره فنيه او بتتكلم عن معسكرات او بتتكلم عن جداول او بتتكلم عن حاجات كتيره جدا. فانا اعتقد او تحكيم طبعا انا بتكلم دلوقتي ان كل ده بيتم تداوله وبيتم يعني التركيز عليه، فمتفائلين ان الكره المصريه مصيرها هيكون مختلف شويه وبالتالي ده يؤثر بشكل ايجابي على طبعا يعني مشاركتنا في المونديال القادم. لكن برضو في الاول وفي الاخر اكيد عندنا حزن، لكن برضو هرجع اقول لك على حاجه نقطه مهمه. انا برضو ما كنتش احب ان انا اشارك زي اللي قبليه مونديال اللي قبليه واخرج على طول، يعني ما برضو دي حاجة مش أفضل شيء، يعني أنا أحسن لي أن أنا ما شاركش بصراحة ده وجهة نظري، يعني أشارك وأخرج على طول ولا أشارك وأصعد، يعني أنا بالنسبة لي لا يعني كده أحسن لنا بصراحة لو إحنا فعلا ما كناش هنقدم الأداء اللي يليق بينا كمصريين أو كجماهير مصرية. والسؤال يبقى مطروحا، وإحنا ليه ما نشاركش وبقوة وفعالية ونوصل لأدوار متقدمة كمان من فعاليات الكأس العالم؟ إحنا عندنا منتخب قوي، المفروض ده إحنا دايما بنقول العبارات اللي بقت خلاص مرتبطة ارتباط صريح بالمنتخب المصري، فكرة أسود أفريقيا وحاجة، يعني ينفع أسود أفريقيا بعيد عن المونديال لدرجة إن إحنا بقينا إلى حد كبير بقى العادي ان احنا ما نكونش مشاركين في المونديال، ده في حد ذاته شيء عجيب جدا ولا يتماشى بالمره مع امكانيات منتخبنا المصري ومع اسمه ومع ثقله ومع تاريخه الكبير، يعني وصل لمرحله ان ما يصحش يعني حضرتك. على كل الاحوال يعني تعالوا نروح في كلام بس طبعا. ماشي في كلام يعني ده في كلام كتير عشان تحقر نفسك بمين برضه، لا بس حقر نفسك برضه، منتخبات زي منتخبات ايه برضه هم يعني لا مدرسه في كره القدم برضه سابقينك بكتير وفنيات تانية خالص وارضيات تانية خالص يعني برضه يعني متسيده القاره يا نهوان القاره بس وقاره وحش ما دي نقطه انطلاق يعني ما ينفعش يبقى كبير افريقيا لا يشارك في كاس العالم. ما هو انا بتفق معاك، انا 100% بتفق معاك طبعا، احنا مش دي المكانه اللي احنا كنا بنتمناها او ان هي تليق بينا ده فرشور، بس لو احنا هنتكلم افريقيا لو هنتكلم بقى عالميا طبعا لا احنا محتاجين فتره طويله عشان تبتدي تتكلم ان انت في نفس مستوى بعض المنتخبات الاوروبيه على سبيل المثال. لا الموضوع طبعا مش كده يعني، خلينا برضو نبقى واقعيين ولا ايه؟ اقول لك تعالي نقفل الملف ده ونفتح ملف الفريق الاول اللي امبارح بالمناسبه كنا اتكلمنا مع حضراتكم عن استدعاء ياسر ابراهيم لمعسكر المنتخب، لكن اللي حصل الحقيقه ان النادي الاهلي اعلن انه تعذر انضمام مدافع الفريق ياسر ابراهيم بسبب شعوره بالاجهاد. طبعا ياسر كان رايح كبديل لمحمود متولي اللي تعذر ان هو كمان يروح بسبب اصابته في العضله الضمه، بالتالي قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استدعاء خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري لينضم لمعسكر الفراعنه اللي هيخوض مباراه وديه امام بلجيكا يوم 18 من نوفمبر ان شاء الله. يعني احنا بنتمنى اكيد الشفاء لياسر ابراهيم، امبارح كنا لسه بنقول ان هو جه مكان متولي وان يعني ياسر برضو دي اكيد فرصه كويسه ليه ان هو يشارك مع معسكر المنتخب، لكن واضح ان لسه الاصابات لن تخلو مع النادي الاهلي للاسف الشديد. كل مره بنقول موسم ده مش عايزين اصابات او غيابات، لكن دي حاله برضو كره القدم للاسف الشديد. يعني على كل حال خلينا ننتقل بعد كده لكولر، هو امبارح سافر لسويسرا بس اجازه قصيره عشان الناس كانت بتقول لك ايه هو ايه القصه، لا اجازه قصيره جدا عشان يطمن على اسرته
وراجع على طول. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو كمان الجهاز الفني المعاون لكالر حصل على اذن بالسفر عشان يقضوا فتره الاجازه يعني في بلادهم ويرجعوا مع انتهاء الراحه السلبيه اللي منحها الجهاز للاعبين واللي هتنتهي تحديدا يوم 13 نوفمبر. انت عندك ناس كتير اي حاجه تستجد، الله ليه وده معناه ايه وحاجات زي كده. لا هيقول لك عادي يعني الراجل عايزين يقعد يمرن الفريق 24 ساعه في الاسبوع يعني، ما طبعا ده صعب جدا، الراجل محتاج راحه. والراجل ما قصرش بصراحه من ساعه ما جه بجد زي ما قلنا من اول ما نزل مطار القاهره اول يوم جه فيه والراجل بيشتغل طلع على طول على التتش يعني، الراجل جه من المطار على الشغل بيتابع اللعيبه دايما بيبقى حريص ان هو حتى في فترات الراحه بتاعه اللعيبه ان هو يقعد ويتمرن ويقعد ويشوف الدنيا عامله ازاي ويراقب بالفرق المختلفه، حتى هو كان بيحط صور بهذا الشكل. فلا الراجل مش مقصر بصراحه، في حقه ان هو يعني ياخد راحه، ده امر طبيعي. تمام، دي كانت ارقام او يعني تحديدا درجات الحراره في محافظات مصر المختلفه. تعالوا بقى نتعرف اكتر عن تفاصيل حاله الطقس المتوقعه ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه، وخصوصا واحنا داخلين على ويك اند. فاحنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم وهي عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم، استاذ انا هودي وكل الساده المشاهدين، اهلا بك. اهلا بيك يا دكتور. عايزين بقى نطمن من حضرتك، يا ترى الوضع هيكون عامل ازاي في الايام القليله القادمه؟ هل متوقع انخفاض ما في درجات الحراره؟ فرصه ما لسقوط الامطار الى اخره؟ تحس ان انت نفسك ان ده يحصل. طبعا اتفضلي يا دكتور. ويمكن احنا شهدنا بالامس فرص سقوط امطار على القاهره الكبرى وبعض المناطق من شمال البلاد، متوقع اليوم استمرار فرص سقوط الامطار وده متوقع يستمر معانا ان شاء الله لنهايات هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم. الامطار هتبقى طبعا بتختلف اماكنها من منطقه لمنطقه من محافظه لمحافظه، لكن مجمل الامطار تاثيرها اكثر في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. اغلب المحافظات دي بتشهد سقوط امطار من خفيفه لمتوسطه بسبب طبعا تاثرنا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. كل ما امتدينا للمناطق الداخليه كل ما كانت كميات الامطار وفرص الامطار اقل، فالامطار بتمتد خفيفه لبعض مناطق من مدن القناه جنوب الوجه البحري، قد تصل خفيفه كمان لبعض المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل الامطار اليوم وخلال الايام القادمه غير مؤثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، بالاضافه كمان مع طبعا سقوط الامطار هيكون في استمرار لانخفاض درجات الحراره خاصه ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر، العظمى هتتراوح خلال الايام القادمه ما بين ال 25 وال 26 درجه مئويه على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، خلال فترات الليل ما بين 17 و 18 درجة مئوية، يعني احساسنا بالطقس فترة النهار أجواء خريفية معتدلة تماما، فترات النهار فترات الليل خاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون فيها أجواء مائلة للبرودة، يعني بنقول خلال الأيام القادمة خاصة خلال فترة الأجازة والويك إند الأجواء مستقرة تماما وتسمح طبعا بالاستمتاع بالأجازة بإذن الله. طيب ممكن اسال حضرتك سؤال ليه علاقه ب يعني اللي هي المواعيد الشتويه وغيره، معلش احنا درسناها واحنا صغيرين بس بنسى، يعني هو المفروض فصل الشتاء يبدا تقريبا امتى؟ يوم ايه تحديدا؟ هو احنا لسه في فصل الخريف، نعتبر لسه في النص الثاني، بدايه النص الثاني من فصل الخريف، هينتهي فصل الخريف ان شاء الله 20 ديسمبر، بدايه فصل الشتاء 21 ديسمبر ان شاء الله، لكن احنا تدريجيا درجات الحراره ومعدلاتها بتبدا تنخفض تدريجيا، يعني معدلات درجات الحراره في شهر نوفمبر بتبقى طبعا اقل من شهر اكتوبر، وكمان في ديسمبر درجات الحراره بتنخفض، فتدريجيا معدلات الشهريه كمان في درجات الحراره بتنخفض. طيب ده لغايه يعني لغايه قد ايه فصل الشتاء المفروض دكتور منار برضه لغايه يوم ايه تحديدا؟ هو بيستمر معانا فصل الشتاء طبعا ثلاث اشهر، بيبدا تقريبا 21 مارس بيبدا معانا كمان فصل الربيع، فبيستمر معانا لشهر 3 فصل الشتاء. انا بحس ان الشتاء بيبقى شهر واحد في مصر، عشان كده انا بسال السؤال ده، لان بجد شهر 3 ده احنا بنبقى تقريبا صيفنا صح؟ يبقى كله اتلخبط على زمان، احنا كان زماننا دلوقتي مش بقى مش مفهوم والله يعني بجد يعني بجد الشتاء عندنا بحسه شهر واحد يعني يعني شهر يعني الشهر واحد هو واحد شهر يعني جامدة جدا واحد شهر جديدة من نوعها يعني مش شهرتنا. دكتور منار بنشكرك بنشكرك جدا. شكرا. طيب دكتور منار عايزة واحد شهر بتقولوا يعني فاهم قصدي يعني مش شهر. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل. رحب بحضراتكم بره كمان، وخلونا بس كده قبل ما نبدا نتكلم عن اخبارنا ويعني الاخبار اللي معانا في بقيه هذه الفقره، عايزه بس اقول انا وكريم اكيد مبروك لنجمنا قفشه على المولود امبارح قفشه خلف ولد جميل اسمه مالك، ناس كلها كانت بتبارك له امبارح، وبالمناسبه كمان يعني امبارح ابن قفشه اتولد وامبارح كان عيد ميلاد اكرم توفيق، فالاثنين في نفس اليوم، فكل سنه واحنا كلنا بخير، كل سنه وقفشه يعني كده
زي ما بيتقال كده يفرح بابنه. جميل جدا مالك، انا شفت صور ومنزل صور كتيره جدا، وانا باركت له برده بالمناسبه يعني، بعت له رساله وهو مبسوط جدا، وكل سنه برده كابتن ايمن اكرم توفيق عفوا برده بخير. ابو مالك مليون مبروك، يتربى في عزك ان شاء الله، وربنا يبارك لك فيه ويفرحك بيه وتشوفه احلى عريس في الدنيا. وطبعا اكرم توفيق نجمنا الجميل، كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه. طيب نروح بقى على، تعالى نروح اخبار النادي الاهلي زي ما احنا متعودين، ونتابع كده ايه الجديد مع سالة حامد مراسلتنا الموجوده دلوقتي في مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالة بونجور عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندو، طبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي بكل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوند انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الاخبار وابرز الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده مستر مارسيل كولر المدير الفني السويسري لفريق النادي الاهلي، يمكن اللي قرر انه يريح جميع لاعبي النادي الاهلي يعني لمده 5 ايام من النهاردة لحد يوم 13 لمدة 5 ايام خلال فترة التوقف الدولي، طبعا عشان يريح يعني جميع لاعبي النادي الاهلي بسبب يعني الفترة الماضية، وان هم كمان يكونوا مستعدين بشكل اكبر لجميع المباريات القادمة سواء في بطولة الدوري او طبعا بقية البطولات اللي هيشارك فيها ان شاء الله الفريق الاول لكرة القدم. يمكن كمان بعد فترة التوقف دي او بعد فترة الراحة السلبية هيكون في ان شاء الله يعني مباراة ودية زي ما اعلن كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الفريق الاول لكره القدم، انه ان شاء الله هيكون في مباراه وديه عفوا لفريق النادي الاهلي، ولكن لم يتم تحديد لسه ايه الفريق اللي هيواجهه النادي الاهلي في المباراه الوديه دي. فحاليا الفريق في راحه سلبيه وان شاء الله هيرجعوا بعد يوم 13. ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله الرجال تحت قياده مستر اجاستي بوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي، واللي النهارده ان شاء الله عنده يعني تحدي جديد ومباراه جديده في بطوله الدوري المرتبط. النهارده ان شاء الله المباراه هتكون مع نادي سبورتنج الاول فريق المرتبط، هيكون عنده مباراه الساعه 4، بعد كده الفريق الاول عنده مباراه الساعه 6، ويمكن المباراه الاولى فريق المرتبط هتكون على صاله الشهداء داخل مقر النادي، والمباراه الثانيه الساعه 6 هتكون على صاله امير عبد الله الفيصل ايضا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، ودي هتكون مباراه الذهاب. مباراه الاياب كمان ان شاء الله يا هوندو كريم هتكون يوم السبت المقبل ولكن في مدينه الاسكندريه. ده بالنسبه للفريق الاول وكمان فريق المرتبط. كمان سيدات أو ملكات كرة السلة امبارح تحت قيادة الكابتن طارق خيري يعني امبارح يعني تأهلوا بشكل رسمي للدور النهائي أو يعني الفاينل ماتش من بطولة دوري المرتبط في أو على صالة البرج العرب في مدينة الإسكندرية، بعد ما يعني تفوقوا على نادي سموحة في المباراتين سواء الفريق المرتبط أو الفريق الأول. يمكن فريق المرتبط المباراة انتهت بنتيجة 60-56 في الوقت الإضافي، وكمان الفريق الأول انتهت المباراة بعد أداء يعني قوي متميز من كل لاعبات النادي الأهلي، انتهت المباراة بنتيجة 92-64. ده بالنسبه لسيدات كره السله. النهارده هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره ان شاء الله هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه الفاينل، واللي يعني هتتم على يومين، يوم الاحد ويوم الثلاث ان شاء الله على صاله استاد القاهره الدولي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده، كمان خليني اقول لك انا هوندو، اقول لك يا كريم انه الفريق الاول لكره اليد رجال بيواصلوا التدريبات ايضا بشكل طبيعي. النهارده التدريب هيكون الساعة 4 عشان بكره وبعده ان شاء الله عندهم مباراتين في بطولة الدوري على صالة طلائع الجيش، أول مباراة هتكون مع طلائع الجيش وتاني مباراة هتكون مع هيليو ليدو، والمباراتين هيكونوا في نفس الموعد الساعة 6. كمان سيدات كرة الطايرة النهارده عندهم تمرين الساعة 6 عشان يوم الجمعة ان شاء الله عندهم مباراة مهمة مع نادي الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة سيدات. والنهارده رجال كرة الطايرة تحت قيادة كابتن ميدو مسلحي كان عندهم مباراة امبارح مع نادي مصر البترول وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، النهارده هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعية عشان عندهم مباراة مهمة مع نادي بتروجيت في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة رجال، والمباراة دي هتكون يوم السبت ان شاء الله الساعة 4 عندنا هنا في صالة امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي يا كريم ويا نهاوند كانت كل اخبارنا النهاردة المتعلقة بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضية. طبعا انا معاكي هوندو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو.
لا تمام جدا يا سارة، احنا بنشكرك كالعاده على التغطيه الخاصه بالنادي الاهلي واخباره، شكرا لك. نروح بقى مع حضراتكم لخبر للاسف يعني هو خبر مؤسف جدا وبيحصل على فترات وفي رياضات مختلفه. انا بكلمكم عن فكره وفاه لاعب في ارضيه ملعب امبارح. طبعا للاسف الشديد في لاعب اردني توفاه الله بعد ما توقف قلبه أكثر من مرة الحقيقة خلال مباراة لكرة اليد في منافسات كأس الأردن. وقع اللاعب على أرضية الملعب بشكل مفاجئ خلال أحداث الشوط الثاني وتوقف قلبه، لكن نجحت وقتها جهود فرق الإسعاف في عملية الإنعاش، لكن رجع قلبه مرة ثانية يتوقف عند وصوله للمستشفى. طبعا اتحاد كرة اليد الأردني وضح بالأمس ملابسات اللي حصل في بيان رسمي وقرر بطبيعة الحال تأجيل مباراتي الأمس ضمن بطولة كأس الأردن. طبعا بنقول البقاء لله وربنا يرحمه ويلهم أهله أكيد الصبر والسلوان، بتبقى حاجة حزينة جدا. احنا حقيقة لسه كنا بنتكلم امبارح مع دكتور حازم في الفقرة. أيوه. طبعا دكتور حازم قبل ما يكون خاص بموضوع المنشطات وغيره وهذا الملف يعني المعني، هو اصلا دكتور قلب، وكنا بنتكلم معاه في فكرة هنا اللعيبة او الرياضيين اللي للأسف الشديد بيصابوا يعني نوبة قلبية في الملاعب وبيتوفوا على اثرها، والموضوع كان موضوع او ملف مهم جدا، وقلنا اسباب ده مع دكتور حازم. يعني هو ذكر كذا سبب من الاسباب دي، لكن للأسف الشديد هي طبعا في الاول في الاخر اعمار، لكن طبعا حاجة متكررة أو يعني حادثة متكررة بين الرياضيين تحديدا كمان لاعبي كرة القدم الله يرحمه، طبعا حاجة مش حلوة. بس يعني على كل حال أي رياضة كانت لما يحصل فيها حاجة زي كده مش بس كرة القدم، اليد أو غيره، أكيد مأساة مش حلوة أبدا، نتمنى أن هي لا تكرر مرة تانية. خلينا على كل حال نروح مع حضراتكم دلوقتي ونتكلم عن برضو ملف مهم خاص بفكرة هنا أنك تتمرن في أماكن يعني مقفولة ولا أماكن مفتوحة، إيه الأفضل إيه الأحسن في فكرة هنا الشتاء الجو البارد؟ الأماكن المفتوحة ليها برضو مميزاتها. بس هقول لك على حاجة، أنا متفق جدا على فكرة أنك تتمرن مش في الجيم، ده أحلى كتير. يعني فكرة أن أنا أجري في مكان مثلا، أن أنا أعمل ستريتشنج أو whatever، مش في مكان مقفول أو في الجيم. خلي بالك الجيم مهما كان غالي ومهما كان نظيف ومهما كان حلو أو فيه يعني إعدادات واستعدادات كويسة، مش بيبقى أفضل شيء. الناس بتبقى زحمة جدا، ويعني أنا على فكرة ما بحبش أتمرن في الجيم أصلا. بس القصة أن أنت برضو حسب البلد اللي أنت عايش فيها، يعني في دول فيها تسمح من الغابات والاماكن اللي هي تمارس رياضه في الخارج، وفي دول لا. وبرضه على حسب الرياضه اللي انت لو بتعملي يعني فيتنس معاكي طبعا، انت وقت الطلق ما فيش يعني ملوش بديل، او الجري الجوجينج. بس الناس بقى اللي بيشيلوا اوزان واثقال وحديد وبتاع، دول ما لهمش حل غير الجيم في الاخر. ما هو الجيم ممكن يبقى على فكره، في على فكره دلوقتي بالمناسبة كذا جيم بيبقى عامل حاجة اوت دور بيبقى فيها، بس برضو لو جو حر هتتمرن ازاي؟ صحيح. دايما هتلاقي مشكلة. لازم. طيب نروح فاصل بقى ونرجع عشان نستقبل الأستاذ أيمن جلبرتو طبعا الناقد الرياضي وصديقنا العزيز، وهنتكلم معاه بقى في ملفات مختلفة سواء خاصة بالنادي الأهلي أو كمان المونديال وتحديدا المنتخبات العربية المشاركة. خليكم معنا بعد الفاصل. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الحقيقة هي أيام قليلة جدا بتفصلنا عن الحدث الأهم والأكثر شهرة والأكثر تشويقا ومتعا من وجهة نظر كل محبي وعشاق كرة القدم. بكلم حضراتكم عن فعاليات كأس العالم قطر 2022، أكيد هنتكلم عن كل ما هو متعلق بالمونديال، ولكن بطبيعة الحال هنركز شوية أكتر مع ضيفنا العزيز اللي منورنا على المنتخبات الأربعة العربية المشاركة في فعاليات هذه النسخة من كأس العالم. أستاذ أيمن جلبرتو منورنا، صباح الخيرات وأهلا بك. صباح الفل يا كريم. أخبارك إيه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. صباح الهنا، مصحينك بدري ولا أنت تمام؟ لا تمام يعني. مش باين. ماشي. بقى لنا فترة ما بنصحاش بدري بس تمام. يستاهل الموضوع. لا العرب برضه ليهم علينا حق. منورنا طبعا. وحتى من الكلمة اللي أنت قلتها دي وأنا وكريم ناقشناها، فكرة هنا طبعا يعني إحنا سعداء أكيد بأكتر من مشاركة عربية موجودة، لكن كان نفسنا نبقى موجودين، بس في نفس الوقت ما كانش نفسنا نبقى موجودين ونخرج يعني فاهم على طول زي ما حصل المونديال اللي فاتت أو اللي فات. يعني أنا من الناس اللي مش حابة أن أنا أشارك وبعدين مصر ما تبقاش موجودة من أول مباراة أو من تاني مباراة، معرفش يعني. خليني أعرف وجهة نظرك. ممكن أختلف معاكي شوية. حتة لأن برضو المنتخبات المشاركة. اللي زينا المشاركة تبقى حاجة كويسة. ما هي فكرة بقى المنتخبات اللي زينا، شوف أنت قلت إيه للأمانة، ما برضو لازم إيه يعني إحنا ما بنشارك، إحنا ثلاث يعني، حتى المدير الفني السابق للمنتخب لما اتكلم قال ان مصر ما
كيروش ما تعادتش كاس العالم في تاريخها الا ثلاث مرات. لما حتى التصريح الجدلي لما اتكلم عن انا مش هدفي ان انا افوز بامم افريقيا، لكن الهدف ان احنا نتاهل لكاس العالم، لان مصر في تاريخها كله ما تاهلتش لثلاث مرات، وده حاجه مش كويس. يعني منتخبات نتكلم في الكاميرون النهارده، دي المشاركه السابعه ولا السادسه ليها، نتكلم او الثامنه كمان، المغرب يعني المغرب وتونس النهارده، بنتكلم عن المنتخبات العربيه، بنتكلم المغرب وتونس والسعوديه، ست مشاركات يعني هم اكتر المنتخبات العربيه مشاركه. طبعا انت عندك حاجه يعني قلتيها صح جدا، المشاركه اللي فاتت دي كانت مشاركه كارثيه، يعني بعيدا عن مباراه اورجواي اللي هي احنا حاولنا نصمد فيها، لكن هي المشاركه نفسها لا مشاركه رحت كانك ما عملناش حاجه، لكن كان نفسنا نبقى موجودين، لان كمان في قطر الاجواء كانت هتبقى مختلفه تماما عن روسيا. بنتكلم بقى استادات في مباريات مصر دي كانت هتبقى عامله ازاي، حاجه تانية خالص. لكن مفيش نصيب. طب احنا هنفضل مقضينها كتير كان نفسنا ومفيش نصيب؟ لا يعني خلاص بقى، ان شاء الله هيحصل نصيب. ده لا هيحصل، ما تقلقش. هيحصل ازاي ايمن وانت عندك برضو فيتوريا بنفس تصريح كيراش على فكره؟ صحيح. لو انت خدت بالك، ما فيتوريا قال لك نفس انا ما وعدتكوش، انا ما وعدتكوش، فدي محبطه. هي لوجيك، او هو بيتكلم طبعا شويه بان هو مش داخل يبيع لنا اسمها ايه، يبيع لنا الهوا بالظبط كده. بس في نفس الوقت انا مش عايزه كجماهير مصريه برضو اسمع كده او حد يبيع لي الهوا، معلش. انا عايز حد يجي يقول لي هحاول افضل شيء ممكن مع المنتخب واوعدكم بنسبه كبيره ان ممكن، لكن تقول لي ما وعدتكوش ما مش ألذ حاجه. المشكله ان مصر لو ما تاهلتش لكاس العالم اللي جاي ده يبقى فيه كارثه، لان المفروض لا المفروض الكاس العالم اللي جاي هيبقى 48 منتخب مش 32، ده النظام الجديد. فافريقيا مش تبقى خمسه بنسبه كبيره، افريقيا تبقى 9 منتخبات. فلو احنا في 9 منتخبات او 10 منتخبات ما تاهلناش لكاس العالم، يبقى احنا اصلا بعد كده ما ينفعش نخش تصفيات، لان الموضوع هيبقى سهل للكل يعني. فلا يعني ده دلوقتي بقى احنا المفروض لو المطالبه لفيتوريا بعيدا عن كاس العالم، احنا بنتكلم عن كاس الامم، ان احنا المفروض دلوقتي الخطوه الاولى ان احنا نكسب كاس الامم الافريقيه اللي جايه دي، لان احنا بعيد عنها بقى لنا كتير. المشاركة الأخيرة وصلنا فاينل، يعني الحمد لله وصلنا فاينل، رغم إن التوقعات كلها كانت بتقول إن إحنا مش هنوصل فاينل، بس وصلنا للفاينل. لكن هي المفروض التارجت الأساسي دلوقتي بتاعنا، لأن ده الهدف الأقرب، إن إحنا 2024 لما تأجلت 2024 دي منتخب مصر لازم يبقى التارجت بتاعه إن هو يكسب كأس الأمم. طب أنت يعني شايف إن مبدئيا الخطوات اللي اتخذت حتى اللحظة اللي ماشية أو اللي المفروض تمشي بينا في سكة الإصلاح، المنظومة بشكل عام شايفها ممكن تؤتي ثمارها وينتج عنها تغيير جذري في المنتخب وفي قوة المنتخب وفي فرص مشاركته في كأس العالم مثلا؟ والله أتمنى، بس يعني لسه الشواهد مفيش حاجة باينة، لأن يعني برضو للأمانة فنيا احنا لسه المنتخب تقريبا مع فيتوريا اتجمع مرة واحدة ودي المرة الثانية، بس بنقول ان الفترة حتى دي بتاعة التجمع هي فيها لعيبة اللي هم المحليين أكتر، في أسامي كتيرة جدا من القائمة الحالية هتستبعد لما يبتدي المحترفين يجوا، فاحنا محتاجين نشوف المنتخب في المباريات الرسميه اللي هي هتبقى تقريبا السنه الجايه وقت التصفيات بتاعه التاهل، اللي هي المفروض تصفيات سهله طبعا، احنا موقفنا فيها بس اتعقب بالخساره اللي كانت مع اثيوبيا مع الكابتن ايهاب جلال، هي دي اللي عملت الازمه. لكن المفترض المجموعه سهله ومفترض ان احنا نتاهل، لكن انا شايف ان احنا مضطرين نستنى الوقت كاس الامم، لان كاس الامم دي هي اللي هتكشف لنا طب هل الراجل شغال كويس ولا هل احنا الجيل بتاعنا كويس او يقدر يكمل ولا، لان الجيل الحالي هو لعب مع بعض فتره طويله، ما نقدرش نقول ان احنا لسه بنبني جيل، لا احنا الجيل الحالي لمنتخب مصر هو على مدار كذا سنه بيتكون. هي دي يا ايمن، يعني انا دلوقتي ماجي اقيم مثلا المنتخب بتاعي، انا بقيم بالانديه اللي مين لي او الاكبر منها، تقريبا هتكلم عن النادي الاهلي بالظبط. فلما اجي انا اقيم هقول ان انا النادي الاهلي الحمد لله حتى هذه اللحظه لا اكثر من رائع، فلو حاجه اتكلم او اطمن شويه على المنتخب بطمن برضو اكثر فكره النادي الاهلي ومحترفين كمان على بتوعنا. فالوضع جاي دلوقتي اعتقد مبشر الى حد كبير. افريقيا من المفترض احنا منتخب قوي، لان برضو افريقيا طبعا زي ما احنا شفنا حتى المستويات وفي كاس الامم الاخيره احنا ما لما بنلعب الكوره بتاعتنا واللعيبه بتاعتنا بتصدق نفسها والامور بتبقى ماشيه طبيعيه، لا احنا نقدر ان احنا نحقق حاجات. لكن هي دايما بقى ايه الحته اللي بتتكلموا فيها، هي النوايا دايما. الكوره على فكره فيها جزء معنوي، النوايا دي اللي لما بتبقى بتشتغل كويس، لما بتخلص في شغلك اختياراتك بتبقى سليمه، ما فيش طبعا كلنا عمرنا ما هنتفق على اختيارات مدرب بنسبه 100%، أكيد. ده اكيد كل واحد فينا ليه وجهه نظر، ولكن هو المدرب يبقى عنده النيه والاخلاص، الناس نفسها في المنظومه تبقى بتشتغل لصالح المنتخب، ما يبقاش الهم الاكبر ان انا اخد الشو لوحدي او ان انا اقول انا اللي عملت او انا، في الاخر ربنا هيكرمك
يعني بشكل كبير بناء على اجتهادك. بالظبط، ولو حتى ربنا ممكن يكون مش شايل لك مثلا خير في وقت معين، شايل لك لوقت تاني، بس الجماهير نفسها والمشجع، احنا الناس بتتفرج على الكوره بتبقى فاهمه، عارفه امتى تقول اه الناس دي عملت اللي عليها ونسقف لها، وعارفه امتى لا الناس دي ما عملتش اللي عليها ومقصره. يعني كل النادي الاهلي مثلا كسب بطولات كتير وخسر بطولات كتير، هل كل البطولات اللي خسرها النادي الاهلي خسرها لانه كان مثلا سيء وكان لا في بطولات لا اكيد النادي الاهلي خسرها لان التوفيق ما كانش محالفه، كان حالف المنافس مثلا بتاعه او اسباب اخرى، يعني قصدي هي دي الكوره، يعني هي بتبقى هي دي الكوره. لكن مثلا لما ممكن تخسر تقول اه لا هنا كان في اخطاء 1 2 3، هنا ممكن تخسر تقول لا يا الحمد برافو اللعيبه تسقف لها عملوا اللي عليهم، ولكن هي دي الكوره. تعالى بقى نروح للاربع منتخبات العربيه المتواجده في النسخه دي من كاس العالم، وتعالى بحكم ان هي الدوله المنظمه نبتدي بدولة قطر، واعرف راي حضرتك في هذا الامر، يعني تنظيميا وتنافسيا بالنسبه لمنتخب قطر، تنظيميا توقعاتك للفعاليات هتكون متنظمه باي شكل، هل لعنصر غنى الدوله مردود ما او انعكاس ما على تنظيم الفعاليات دي واحده، والناحيه الثانيه بقى المنتخب القطري نفسه شايف فرصه ايه في المونديال؟ لا قطر طبعا احنا شفنا في السنين الاخيره عملت اقصى جهد ممكن ان هي يبقى عندها الملاعب وعندها الاجواء، ويمكن للامانه برضو قرار ان نقل البطوله من الصيف للشتاء ده ساعدها بشكل كبير، رغم ان هم مثلا في الملف اللي قدموهم قدموا حلول كتير ان هم هيقدروا يتعاملوا معاه، ولكن الامر صعب برضو. بنتكلم كان ده كان من 2010 لما اختاروا قطر 12 سنه، حتى احنا دلوقتي مصر بتستضيف هي قمه المناخ، وبنتكلم عن تحديات المناخ في العالم كله، فالامر طبعا كان صعب. فانا شايف ان طبعا في ناس تضررت، دوريات تضررت من فكره النقل للشتاء، ولكن في الاخر ده قرار، وفي الاخر دوله قطر لو مصلحتهم ده لو كانوا راحوا في الصيف كانوا هيعرفوا يعني. لا انا اقصد طبعا انت عارف في ناس بتتكلم يقول لك المسابقات بتاعتنا واللعيبه، ودلوقتي تحديدا في حرب معينه كده على ما تفهمش ازاي ليه على البطوله، رغم ان هي خلاص هتبتدي، ولكن لا يا قطر للامانه في التجارب الاخيره للبطولات، البطوله العربيه، كاس العرب، كاس العالم للانديه اكتر من مره، نظموا اكتر من فعاليه، هم مستعدين بشكل كبير جدا، الملاعب بتاعتهم جميله جدا، هم عملوا كل حاجه يعني مطلوبه تقريبا وزياده. فانا شايفه ان الموضوع مش محتاج كل هذا الانتقاد تحديدا من بعض الدول الاوروبيه. على كل حال يعني مش هخش في تفاصيل دي، بس يعني فعلا الموضوع غريب عليه علامه استفهام، يعني عليه علامه استفهام، لكن خلينا نتمنى ان هم ينجحوا. في حته كمان بقى لا يا قطر عندها ده، انت النهارده تقدر تتفرج على ماتشين ثلاثه، دي ما كانتش بتحصل كتير، انت ممكن الاربع ماتشات اللي في اليوم تتفرج عليهم كلهم في الاستاد لو انت تقدر، فدي حاجه هتبقى ميزه لقطر، كمان عامله حاله رواج للبلاد اللي جنبها، فالامور طيبه. تنافسيا بقى لا قطر، بنتكلم مشروع منتخب قطر ده تقريبا من 2004 وهم بيعدوا هذا المنتخب من خلال اكاديميه اسباير طبعا الشهيره، عملوا منتخب خلال السنين دي منتخب مميز جدا، طبعا في بعض اللعيبه او منهم اللي حصل تجنيس بشكل ما او بطريقه ما لظروف الطبيعه هناك في قطر، لكن هم اسسوه من هم صغيرين، هم ما راحوش عشان برضو الناس تقول لك بتتكلم عن التجنيس، لا هم دي ناس عايشه اغلبهم عايش في قطر او تربى في قطر، وهم تبنوهم رياضيا بشكل كبير. المدرب الاسباني اللي ماسك منتخب قطر سانشيز معاهم بقاله فتره طويله، المفاجاه كانت اكبر مفاجاه كانت في كاس اسيا في 2019 في الامارات لما فازوا باللقب، ودي يعتبر كانت الاشاره لان التجربه ناجحه بشكل كبير، وجودهم في كاس العرب حتى كانوا في السيمي فاينل وخسروا منتخب الجزائر، عندهم نجوم طبعا زي واحد زي اكرم عفيف، واحد من افضل اللاعبين في اسيا في فتره من الفترات. لا هم منتخب للامانه منتخب جيد، المجموعه بتاعتهم زي لو بنتكلم عن المجموعه هولندا بقى والسنغال والاكوادور كده، مجموعه في المتناول، يعني طبعا هنستثني هولندا، نقول هولندا عشان التاريخ بتاعها منتخب اوروبي، فمفترض ان هو السنغال برضو مش هينه، طبعا السنغال والاكوادور كمان مش هينه، ولكن قطر تقدر يعني لا ايه تقدر تبقى موجوده في الدور الثاني، دي اول مشاركه تقريبا في تاريخهم، وهم اللي بينظموا عامل الجمهور عامل الارض، فاعتقد ان هم لو استثنينا هنستثني مباراه هولندا نقول ان هم يقدروا يتعاملوا مع مباراه السنغال ويتعاملوا مع مباراه الاكوادور، ويبقى ليهم فرصه ان هم يتواجدوا في الدور الثاني، خصوصا ان هم كمان في مدار السنوات الأخيرة هم لعبوا في كوبا أمريكا شاركوا فيها عشان الاحتكاك، هم كانوا برضو دي كان نوع من أنواع الذكاء عندهم ان هم ازاي يتواجدوا في يلعبوا ماتشات
مهمه في كوبا امريكا، راحوا لعبوا تصفيات اوروبا، تواجدوا حطوهم في مجموعه اللي كانت تضم البرتغال وصربيا وايرلندا، يعني مجموعه كانت قويه طبعا. نتائجهم طبعا ما تتحسبش، ولكن بيلعبوا في تصفيات اوروبا وعملوا نتائج برضو مش وحشه، لعبوا بطوله اللي هي الكاس الذهبيه او الكونكا كاف بطوله امريكا الشماليه، ووصلوا لحد السيمي فاينل، يعني بنتكلم في برضو قاره فيها امريكا والمكسيك ومنتخبات وكوستاريكا، منتخبات بتبقى مميزه وليها طبيعه معينه. فلا هم عملوا كل حاجه للامانه، سواء لو بنتكلم زي ما انت بتقول كده تنظيميا وفنيا عشان خاطر يظهروا بشكل جيد. طب قبل ما نسيب قطر، مين من المجموعه الاقرب للتاهل بصراحه؟ انا للامانه شايف ان هولندا، والموضوع ممكن يبقى بين قطر والسنغال فعلا. يعني اتمنى قطر بانها منتخب عربي، ان ما كانتش قطر اتمنى السنغال كمنتخب افريقي، والواحد بس يخاف الاكوادور كده تقوم لطشه الدنيا. المغرب والمغرب برضو يعني مش بعيدة عن كاس العالم، ليها مشاركات سابقة في كاس العالم، ودايما دايما في كل مرحلة بيبقى عندهم برضو جيل مميز من اللعيبة. ناهيك بقى عن فكرة كرة قدم شمال أفريقيا واللي هم بيوجدوها جدا، وبالعكس هم بيرمزوا ليها كمان. لا منتخب المغرب المنتخبات المميزة، حتى مشاركاته في كاس العالم الناس كلها فاكرة طبعا مشاركة 86 بتاعتهم اللي هي أبرز، وتأهلهم لدور ال 16 في 86، 1998 طبعا والقصة الشهيرة بتاعت عدم تأهلهم بعد ما كسبوا اسكتلندا في آخر مباراة، وخسارة البرازيل من النرويج 2-1، والكلام اللي اتقال عن طريقة خسارة البرازيل في الوقت ده اللي هي حرمت المغرب من التأهل للنهائي، وحتى البعض كان بيقول البرازيل لما وصلت النهائي وخسرت ده ذنب المغرب في وقتها، على اعتبار كان في مؤامرة ضد طبعا، لأن خسارة البرازيل وقتها ما كانتش منطقية فعلا، والواحد كان بيتفرج على كأس العالم وقتها، لا يعني المغرب فعلا كانت تقدر تتأهل، ولكن هنقول إن هي خسارة غير منطقية وخلاص يعني. 2018 برضو المشاركة بتحظهم كان وحش، انهم كانوا في مجموعة قوية جدا معهم برتغال واسبانيا وايران، فهم يعني كان يعني بيعملوا عملوا نتائج جيدة، ولكن الحظ ما كانش معاهم. هم طبعا الفترة الأخيرة كان عندهم زي مشاكل مع المدير الفني خليزيتش مشروه، وحاليا وليد الركراكي المدرب السابق لنادي الوداد هو اللي ماسك المنتخب. عندهم نجوم مميزه، بنتكلم في حكيم زياش، اشرف حكيمي، نصيري، ياسين بونو، لعيبه كلها مميزه، ايوب الكعبي، يعني عندهم مجموعه من اللعيبه مميزه. يعني اتمنى ان هم تبقى ليهم فرصه في التاهل، اعتقد هم معاهم كرواتيا، بلجيكا وكرواتيا وكندا. المجموعه برضو للامانه مش, عليها برضو. مش 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 يعني هي مجموعه على فكره اسهل من قطر، انا اعتقد كده. هي يعني كاسامي منتخبات مش اسهل، لكن اعتقد في الوقت الحالي كرواتيا مش هي كرواتيا بتاعه 2018 مش حاسه برضو. كندا من المفترض ان هي منتخب برضو مش يعني مش افضل كده. حاجه فالمغرب عندها فرصه ان هي بلجيكا طبعا منتخب مصنف ومنتخب صعب جدا. فبلجيكا احنا جبنا سيره بلجيكا، انا قلت حاجه عن بلجيكا، احنا هنلعب بلجيكا المفروض ده الماتش الودي. لا يعني فالمغرب يعني لو الامور عندهم مستقره فنيا، ما عندهمش مشاكل جوه المنتخب، يعني عندهم فرصه ان هم يبقوا موجودين برضو في دور ال 16 في انجاز جديد، لكن هي برضو بترتبط بهل هم فنيا الامور مستقره ولا عندهم مشاكل، دي لسه هنعرفها يعني الفتره اللي جايه، بس لحد دلوقتي الدنيا هاديه، بس انت طبعا ما نعرفش لما وقت ما تروح قطر ايه الامور هناك، لكن نتمنى بس تركيزهم يبقى في الملعب دايما حاضر، وارد نشوف المغرب في دور ال 16 ايه. حلو جدا. طب بمناسبه بلجيكا بقى خلينا نروح لبلجيكا المره دي، بس يعني ملف اخر، هي دلوقتي بلجيكا بجد من اقوى منتخبات العالم، خلينا نكون صراحة، يعني بتشوف ممكن مثلا تصدف ان بلجيكا تعمل لنا مفاجاه هذا يعني هذا المونديال تفتكر؟ وارد، بس المشكلة بلجيكا يعني هم في يعني دايما الناس حاطه امال كبيره جدا على بلجيكا، لان برضو كان مشروع ملهم جدا ونجح للامانه، بس اعتقد الفتره دي الامور ممكن تبقى صعبه، يعني المفاجاه ممكن قبل كده كانت تبقى اسهل، لان برضو الجيل كان اصغر، الجيل كان لسه في فتره كده كان مميز جدا، لكن دلوقتي انا شايف ان الامور كلها رايحه عند الارجنتين اكتر، البرازيل، فرنسا، يمكن الامور مش الطف حاجه معاهم، ولكن وارد بلجيكا من المنتخبات المصنفه. اليورو اللي فات كان الناس متوقعه ان هي برضه تاهل النهائيات وكده، لكن برضه ما صادفهمش التوفيق، لكن هم منتخب ممتع، منتخب المشروع نفسه دايما، يعني بداياتنا كده مع الصحافه ولما عاصرنا
المشروع بتاع بلجيكا ده كنا دايما بنتكلم طب ليه احنا ما نقدرش نعمل مشروع زي بلجيكا، ما نقدرش نعمل مشروع زي المانيا، يعني احنا بنتكلم على الامكانيات. يعني بلجيكا في الاخر كان منتخب، احنا في مصر قبل كده جت لعبت بلجيكا، جت لعبت مصر هنا قبل كده كسبناها 4-0، كان ماتش ودي ايام الجيل الذهبي بتاع منتخب بس مصر. بس بعد كده ما حصلتش تاني. بنتكلم دلوقتي بلجيكا فين؟ منتخب مصر كتصنيفيا في، هي دي لعيبه بلجيكا دلوقتي النهارده كيفن دي بروين واحد من افضل اللعيبه على مستوى العالم موجود. يعني فالامور هي ده اللي ضايقك بقى، ان احنا ما نستحقش كمنتخب وكاسم منتخب وزخم. احنا ما بنعملش مشاريع يا كريم، احنا بنعمل، احنا بتيجي زي نقول ايه، هي مرحله كابتن حسن شحاته ومانويل جوزيه، هي دي فتره كان فيها الجيل ده مع مانويل جوزيه، وكابتن حسن شحاته استفاد مثلا بوجوده وطوره وجاب المحترف اللي كان موجودين في الانديه الزمالك او الاسماعيلي افضل العناصر، لو كان عندنا محترف بره يجي يكمل. بعد كده خلاص الدنيا تموت، بعد كده فجاه يجي الجيل اللي هو فيه صلاح دلوقتي، ها الدنيا مشت. بعد كده فاحنا ما عندناش مشروع، احنا بنستنى الصدفه تجيب لنا جيل متناغم مشي مع بعض وخلاص زي الفل، ربنا ربنا يبارك، ربنا يبارك، ربنا يبارك. ما ماشيش طب ان شاء الله نبقى نعوضها دي. لكن الناس دي الثقافه دي بقى لازم مش تتغير، لازم تتفجر بالظبط لو احنا عايزين فعلا نبقى موجودين. كولومبيا في يوم من الايام دولية عملت مشروع ووصلوا لدور الثمانيه في كاس العالم، بلجيكا مشروع، بنتكلم الدول الكبيره، بنتكلم منتخب المانيا ده كان المشروع بتاعه مشروع ضخم جدا في فتره حد ما قدروا ياخدوا كاس العالم بتاع 2006. اسبانيا والمشروع اللي عملوه وقتها عشان خاطر يسيطروا كاس اوروبا في كاس عالم في كاس اوروبا، الناس دي كلها ما بتشتغلش بالصدفه. فاحنا طبعا كمان لازم يعني كدوله كبيره رياضيا في كره زي كره اليد، احنا الامانه كره اليد عندها مشروع، المنتخبات عملت انجازات وتحس ان منتخب اليد ولاعيبه مصر في كره اليد ناس مصنفه، ناس تقيله في فمنتخب الكوره يستحق كده، خصوصا ان احنا افراد على مستوى الافراد مميزين كمان. طب تعالى نروح بقى للسعوديه، والسعوديه برضو معاها مجموعه اعتقد مش وحشه، الارجنتين، بولندا، وايه تاني؟ المكسيك تقريبا. المكسيك صح. فبرضو مجموعه مش وحشه، بتشوف برضو مشاركه السعوديه على فكره بعد ما نخلص الدول الاربعه المشاركين، انا وكريم هنسالك مين الاقرب من الدول الاربعه، انت اكيد متوقع هذا السؤال، بس خلينا نروح لحاجه حاجه، فخلينا نروح للسعوديه دلوقتي. السعوديه برضو من الناس اللي بتحاول، حاولت للامانه تشتغل على فكره المشروع ده، نجحوا ان هم يتاهلوا لكاس العالم اللي فات 2018، والمره دي اول مره الثانيه على التوالي. يمكن هي مشكله مجموعه السعوديه ان بنتكلم منتخب المكسيك والمنتخبات المتمرسه في المونديال، يعني الارجنتين برضو، والارجنتين دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه، يعني ماتشات السعوديه قويه طبعا. لا يعني الارجنتين كمان، والسعوديه عندها كوره حلوه، السعوديه الدوري بتاعهم قوي، يعني الدوري السعودي دوري مميز، المنتخب بتاعهم مميز، يعني ما اقدرش نقول وحش طبعا، خصوصا ان هم كمان كسبونا في المونديال اللي فات. لكن هي مشكلتهم دايما لما بيطلعوا في المحافل اللي هي الكبرى الدوليه دي في الاجيال الاخيره، ان هم يعني بتحصل صدمات زي صدمه المانيا كده، يعني عندهم حاجه كده الدنيا ما بتمشيش فيها. حتى وقت ما صعدوا مره كان هم وتونس في مجموعه، اعتقد في 2002 كان هم وتونس في مجموعه واحده، وللاسف الاثنين تعادلوا، يعني حتى مفيش حد فيهم كسب عشان ايه ياخد الثلاث نقط، لا الاثنين تعادلوا وقعوا بعض. فلا المنتخب السعودي اعتقد ممكن بولندا، يعني بولندا كره اوروبيه، ولكن منتخب بولندا مش منتخب برضو مقدور عليه، يعني مفترض ان هو يبقى مقدور عليه لو هم ركزوا يقدروا يعملوا قدامه مباراه قويه. لكن انا اعتقد المكسيك والارجنتين هم الاقرب، هيبقى صعب لان المكسيك. هل تونس بقى حظها اسعد حالا شويه من بقيه الفرق العربيه المشاركه في مجموعتها؟ تونس مفروض هي فرنسا والدنمارك وأستراليا، برضه ما اقدرش اقول سهل لان الدنمارك ما تضمنيهاش. استراليا للامانه اللي انا شفته في استراليا وتاهلها اصلا لكاس العالم، يعني هم ده كده، يعني هي مشيت مع استراليا سواء مباراه، اعتقد لعبوا الملحق مع الامارات، بعد كده لعبوا مع بيرو، وكان بيرو الاقرب ان هو يتاهل. يعني انا شايف ان استراليا دي في اضعف فتراتها، لان هم استراليا دايما بيعتمدوا على الكره اللي هي القوه والسرعه كويس عشان حبايبنا التوالي. الدنمارك يعني برضو ما تضمنش فجاه كده، الدنمارك تلاقيها فايقه فجاه، الدنمارك تلاقيها واقعه. طبعا فرنسا مشكلتها الفتره الاخيره ان هم عندهم اصابات كتيره جدا في صفوف المنتخب، والامور مش افضل حاجه، ولكن تبقى
هي منتخب فرنسا المنتخب المرشح ان هو يتصدر المجموعه. تونس مشكلتها دلوقتي المشاكل اللي عندها. هي برضو فرنسا خلي بالك من زاويه فرنسا، لا هي مجموعه فرنسا مقدور عليها بالنسبه بالزبط. للمنتخب الفرنسي بالظبط. يعني هي بالنسبه لمنتخب فرنسا هي مجموعه مفترض ان هي تبقى في المتناول يعني، لكن بقول لك تونس مشكلتها ان هي الفتره الاخيره عندهم مشاكل، وسمعنا طبعا كلنا عن الاخبار اللي كانت بتتداول انهم ممكن يستبعدوا من المونديال بسبب مشاكل ما بين اتحاد الكوره ووزاره الرياضه هناك، ولكن اتحاد الكوره قال ان مفيش مشاكل والمنتخب، بس واضح ان هم عندهم بعض المشاكل. قائمه منتخب تونس دايما احنا بنتكلم تونس ان الفتره الاخيره هم محظوظين، والحظ مش حاجه وحشه في الكوره، ان انت تبقى محظوظ او شخص محظوظ في الكوره دي حاجه كويسه، وطريقه تاهلهم حتى للمونديال برضو يعني لطيفه يعني، والجون العكسي في ماء يعني، حاجات ما بتحصلش غير مع تونس، فدي فنتمنى ان هي ان الكلام يتنقل معاهم في كاس العالم عشان يعدوا المجموعه اللي انا شايفها صعبه، بس نتمنى ان علي معلول ان شاء الله يكمل القائمه النهائيه. النادي الاهلي كمان هيستفيد لو معلول كم يعني، تبقى مشاركه مميزه لمعلول، هي تقريبا بالنسبه لي تبقى اخر فرصه ليه للتواجد في كاس العالم، حاجه هتبقى مميزه جدا. النادي الاهلي كمان هيستفيد على المستوى المادي من مشاركه معلول في كاس العالم، كاللي هي من بنقول كده التعويضات اللي الفيفا بيدفعها الانديه اللي لاعبتها بتتواجد في كاس العالم. فلا ان شاء الله منتخب تونس يبقى مميز يعني. سؤالي بقى، خلصنا الاربعه قطر تونس السعوديه المغرب، من هو الاقرب يعني لاستكمال المسيره زي ما بيتقال؟ ممكن قطر. ونمشي مع تصريح سامويل ايتو فعلا. يعني أوكي. ممكن والمغرب هم الاقرب. بقول لك نمشي مع تصريح سامويل ايتو الاخير الغريب اللي متوقع ان الكاميرون بتقولوا ليلى وغريب مع رئيس اتحاد الكاميرون اسطوره افريقيا بيقول ان متوقع نهائي كاس العالم الكاميرون، لا هو اتوقع ان نهائي الكاميرون والمغرب اوكي، والكاميرون هتكسب كاس العالم يعني هو توقع سيناريو لطيف كده. فنتمنى ان المغرب بس تكمل لدور ال 16 عشان الامور تبقى معاها كويسه. انا شايف ان تونس موقف تونس صعب شويه، السعوديه صعب، لكن نتمنى، وارد كل حاجه في الكوره ما نضمنش ايه اللي يحصل. طيب تعالى بقى نروح للاسماء اللامعه اللي هتغيب عن المونديال، وزي ما كنت بقول انا ونهاوند في مقدمه حلقتنا النهارده اغلبها جاي من منتخبي مصر والجزائر، لان اللعيبه اللي في المنتخبين هم الاكثر شهره يعني في الاوساط الاوروبيه الكرويه. ففكره عدم وجود حد زي رياض محرز، عدم وجود حد زي محمد صلاح، يعني هيفوتنا كتير الحقيقه. طبعا هي فكره كلها ان البطوله في ارض عربيه. طبعا طول ما يعني محمد صلاح لو كان موجود في قطر، زي ما قلنا كمنتخب مصر محمد صلاح موجود في قطر، انت كنت هتتكلم في حاله تانية خالص من يعني من التشجيع المصريين في روسيا طبعًا. الناس اللي سافرت راحت حضرت يعني، تخيل بقى مشقه السفر في روسيا، والناس كانت بتسافر بالايام عشان تحضر مباراه، لكن في قطر كانت الامور هتبقى مختلفه تماما، كان هنعمل حاله مختلفه. رياض محرز طبعا واحد من افضل اللاعبين العرب في الفتره الاخيره، برضو عدم وجوده وعدم وجود الجزائر كان حاجه صعبه. حتى انت بنتكلم منتخب ايطاليا، نجوم منتخب ايطاليا مش موجودين في كاس العالم، ما تاهلوش. هالاند هذا الوحش مش موجود في كاس العالم، بس كويس كان هياكل اللعيبه بتوع المنتخبات المنافسه. هو كويس ده من ساتر ربنا مش موجود، بس هو هيريح يعني هيريح لمحمد صلاح، والله اعلم في الدور الثاني هيجيب له كام جون في انجلترا. ولكن لا طبعا عدم وجود صلاح في كاس العالم قطر تحديدا امر صعب، كنا نتمنى وجود لكن حظنا ما كانش موفق، في الاخر احنا ما تاهلناش بسبب ركلات الترجيح. يعني نتمنى ان صلاح لسه عنده الفرصه والوقت، ان كاس العالم اللي جاي 2026 يكون هو برده كابتن المنتخب، يكون هو كابتن المنتخب في كاس العالم، ويعني لعله خير لعله خير هنعمل ايه. طب تعال نتكلم شويه عن بعض النجوم بقى لو هنروح في اوروبا ونتكلم تحديدا، هل ده متوقع برضو؟ احنا عارفين ان ده اخر مونديال لميسي، بس هل هو اخر مونديال لكريستيانو وتشيز برضو اكيد يعني، ليفاندوفسكي على سبيل المثال يعني، خلينا نروح برضو للنجوم العالميين. ده بس ده في كريم بنزيما مورد كمان، ده اخر مونديال لي، نيمار تقريبا صرح ان ده هيبقى اخر مونديال لي. ده المتعه كل يعني في لا في لعيبه كتير وارد ما نشوفهمش تاني في كاس العالم. نيمار كام سنه دلوقتي؟ اعتقد نيمار قرب في الثلاثينات. لا 32 بتهيألي. ما هو ممكن بالنسبه لي يقول لك انا لسه هقعد العب للمنتخب اربع سنين كمان يعني. برضو يعني هم نيمار مميز، بس نيمار ما التزامه في حياته والتزامه كلاعب ما وصلش لمرحله ميسي وكريستيانو. صحيح. لان عشان يوصلوا لسن ده تقريبا كيفن دي بروين برضو كان هيبقى ممكن ده يبقى اخر كاس عالم ليه. لا
الموضوع صعب، بس احنا عشرنا اجيال كتير بطلت وما لعبتش كاس عالم. ميسي وكريستيانو هي المباراه اللي الناس كلها والعالم كله بيحاول ان هو يخلقها ويشوفها في النهائي. الارجنتين والبرتغال لو الاثنين تصدروا او لو الاثنين احتلوا وصفه مجموعتهم وارد يتقابلوا في النهائي لو المنتخبين صح. فهو الناس كلها نفسها، كلنا، وحتى في شركه من الشركات اللي بتعمل الاحصائيات وبتعمل التنبؤات في الكوره باستخدام تحليل البيانات، قال لك ان كاس العالم ده تحليل البيانات قال ان النهائي هيبقى ارجنتين وبرتغال، والارجنتين هي اللي هتكسب. مش برضو احد الشركات اللي بتعمل الجيمنج بتاع لعبه الكوره قال لك ان المونديال ده هيبقى بتاع ميسي وميسي، فهو كله هيلعب على حته ميسي وكريستيانو. من حيث المبدا ومن قديم الازل وفي اجيال كتير قديمه ما في مره شفت فيها منتخب انجلترا مش قوي، ايطاليا مش قوي، فرنسا مش قوي، حتى الدنمارك قوي. يعني كانت دايما المنتخبات اللي بتشارك في اي نسخه من نسخ كاس العالم كلها اقوى من بعض، وفكره ان انت تتكهن مين اللي هيوصل للمربع الذهبي ناهيك عن النهائي طبعا، كانت اصلا شبه مستحيله. انت عندك البرازيل مولعه الدنيا، الارجنتين مولعه الدنيا، المانيا، اسبانيا طبعا. لا لا، ليه دلوقتي ما بقاش الوضع زي زمان؟ لا هو يعني برضو مش زي زمان قوي، بس دلوقتي شويه خلي بالك في اكتر من ايطاليا مش مشاركه. ما يعني مثلا بطلت اليورو، ما هي خلي بالك يعني زي في مره كانت اعتقد مش فاكر السنه اللي فاتت ولا النسخه اللي فاتت ولا قبلها، كانت هولندا كانت مفاجاه بالنسبه للناس ان هي ما شاركتش. هي وارد يعني ظروف المجموعه الدنيا ما كانتش افضل حاجه بالنسبه لايطاليا فما ما تاهلوش. فلكن دلوقتي احنا بنتكلم الناس لما بتتوقع كلها بتقعد تعرف تحليل البيانات والارقام والستاتستكس والحاجات دي كلها هي داخله، لكن في الاخر زي ما انت بتقول كده، ما النهارده كرواتيا لقيناها في النهائي، هل حد كان عمره طبعًا يتوقع كرواتيا في نهائي كاس العالم؟ ما حدش كان يتوقع حاجه زي كده. في نسخه من النسخ اعتقد 2010 لقينا اوروجواي كانت موجوده بشكل قوي في السيمي فاينل، وكان وقتها اوروجواي منتخب قوي ولكن كان منتخبات تانية مرشحه طبعًا. فهو دلوقتي حتى الارجنتين في فتره من الفترات يعني في 2018 ما حدش كان متوقع انها تخسر بهذا السكور من فرنسا. دلوقتي الارجنتين الناس كلها بتسبورت الارجنتين عشان خاطر ميسي طبعا، لان ميسي وكريستيانو اللي هيرفع فيهم كاس العالم طبعا، مفيش فرصه ان حد تاني يلحقه يعني. قبل كده ممكن بالون دور يقعدوا يلحقوا في بعض لحد ما ميسي سافر باتنين زياده عن كريستيانو، وكريستيانو صعب خلاص في مسيرته ان هو يعوض الاثنين دول. لكن ده واخد بطولتين مع منتخب بلاد، ده واخد بطولتين، لكن اللي فيهم هيخطف كاس العالم ده الثاني مش عارف يحصله. فالموضوع مثير في الحته دي. فنتمنى، انا للامانه انا بحب كريستيانو بصفتي ان انا كنت بحب ريال مدريد اكتر، لكن لما اشوف ميسي بياخد كاس العالم اكيد يعني هتبقى حاجه ممتعه وحاجه جميله، لان ميسي يعني حال ميسي ده حاجه كده استثنائيه في الكوره. هو نجم طبعا كبير، بس انا زيك، انا كريستيانو انا بحب كريستيانو عشان ريال مدريد يعني الصراحه، ما بكرهش يعني ميسي، بس انا مشكلتي مع ميسي كان هو بيلعب في برشلونه وانا ما بشجعش برشلونه فدلوقتي هو في باريس فالموضوع اهون شويه يعني. طيب احنا هنروح فاصل يا ايمن ونرجع، لان لسه طبعا عندنا ملفات كتير عايزين نروح شويه برضو لاوروبا. فاصل سريع ونرجع جدد الترحيب بكل حضراتكم مره ثانيه. رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع الاستاذ ايمن جلبرتو اللي بيسعدنا دايما بوجوده معانا في 10 الصبح في الاهلي، سواء من خلال سكايب او الجثه نفسها تحضر كما هو الحال معانا في حلقتنا النهارده. بجدد التحيه ليك مره ثانيه ايمن. وزي ما انت كنت بتقول، احنا اتكلمنا من شويه عن تفاصيل كتير متعلقه بالمنتخبات العربيه اللي هتشارك في النسخه دي من كاس العالم. تعال نروح بقى لابطال اوروبا والقرعه اللي اصفرت عن ماتشين لوز اللوز. كل الناس هيقعدوا يتفرجوا، الناس هتتمصفر قدام الشاشات. انا معرفش نزلوا المواعيد ولا لا، بس هو الخوف لا تلاقي الماتشين حاطينهم يوم ثلاث. لا ما تقولش كده، الساعه 10 ولا حاجه تبقى كارثه الصراحه. طبعا عندك ليفربول وريال مدريد، وعندك باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يعني. وهنسيب لك بقى التعليق. لا ده اللي هو ايه، ريال مدريد وليفربول ده حاجه اللي هو بتتكرر تاريخيه يعني. هنفضل يعني هنفضل بقى كل بعد كاس العالم الناس مالهاش سيره غير الماتش ده. بس مين الارجح يعني بوجهه نظر دلوقتي مع تراجع ليفربول شويه او مش شويه شويتين، والتغييرات الموجوده في الملاك اللي بيحصل او اللي سمعناه، وفكره هنا برضو ريال مدريد والتالق اللي هو فيه، هل الكفه راكحه شويه للريال؟ لو دلوقتي في الوقت الحالي ممكن نقول الريال، لكن شهر اثنين ما نعرفش. ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، خصوصا ان الريال كمان اخر كام ماتش ليه الامور مش افضل حاجه يعني، بيتعادل وبيخسر في الليجا.
الامور مش مستقره، عكس ليفربول مثلا في اوروبا ماشي مشي كويس، اخر كام ماتشين في بريمير ليج بعد الخسائر اهو الدنيا بتظبط، بيكسب توتنهام، صلاح حتى معدل تهديف في بريمير ليج رجع زاد شويه، لكن هو في اوروبا بنتكلم صلاح وهداف دوري ابطال اوروبا بسبع اهداف مع كليان امبابي حتى الان. ف زي ما انت قلت كده شهر اثنين ما نقدرش نعرف ايه اللي هيحصل بعد طبعا. كاس العالم طبعا. مين اللي يرجع فرقته سليمه من لعيبته سليمه من قطر صحيح. مين ما نعرفش لسه، ده الناس بتتصاب قبل ما تروح قطر وما نعرفش هم في قطر ايه اللي هيحصل. لكن هي فعلا هي مواجهه مش هنقدرش نقول سقريه، لا ده هو ليفربول يعني لو ما كسبش الماتشين دول خلاص الموضوع هيبقى صعب جدا، خصوصا ان كمان الناس طبعا بتترول وبتتكلم بشكل كوميدي ان صلاح دايما مع ريال مدريد لما بيبقى يعني بيتكلم في تصريحات معينه اموره تبقاش افضل حاجه، لكن في النهايه هي مباراه قويه، مباراه نستمتع بيها كلنا، نتمناها طبعا لمحمد صلاح ان هو المره دي الامور تبقى افضل معاه ويكسب ريال مدريد ويكمل مشواره في دوري ابطال اوروبا، لانه بنسبه كبيره الامور في البريمير ليج ممكن تبقى صعب. النهارده صلاح اعتقد محتاج بطوله زي دوري ابطال اوروبا انه يكسبها تاني، هتفرق معاه كتير. وصلاح على فكره ممكن نقول بشكل سريع ان الموسم بتاعه مش سيء زي ما الناس مصوراه، لان صلاح برده هو من اكتر اللعيبه اللي بتساهم في فرص في مع ليفربول، من اللعيبه المؤثره، بنتكلم ست اهداف برده في بريمير ليج وصنع اهداف كتيره في الدوري. بس بعيد عن لقب الهداف، ما هو هي دي المشكله، الفريق ككل بعيد عن التواجد. الفريق حاله ليفربول في البريمير ليج او في الموسم الحالي مش افضل حال دي كل الناس، حتى الناس اللي بتشجع ليفربول بتتكلم فيها، ولكن بنتكلم على صلاح عشان الناس برضو بتحمله بزياده، يعني بنتكلم ان صلاح وحش، لا هو صلاح مش وحش. هالاند هو مهاجم هداف راجل، لكن صلاح النهارده مركز طبيعه مركزه اختلفت بدايه الموسم بالزبط. فهو في مركزه هو بيصنع الفارق، يعني هو حتى كان ليه كذا احصائيه قبل ما يرجع ينفجر تهديفيا تاني، هو من اكتر اللعيبه اللي بتعمل تمريرات حاسمه لزملائه في الملعب، فده معناه ان الراجل كي بلاير وموجود وظهر في الملعب بالظبط كده. النهارده اهدافه حتى مميزه، هداف دوري ابطال اوروبا، بيكسر بيحطم ارقام كتيره في دوري ابطال اوروبا حتى في بريمير ليج، خلاص ده الراجل دلوقتي ما بين افضل 15 هداف في تاريخ بريمير ليج. ف طبعا دايما بنتكلم عايزين صلاح هو الهداف وهو الاكثر صانع لعب وهو طبعا كل حاجه بنتمنى له ده، لكن برضه للامانه ارقامه والموسم ده ما نقدرش نقول ان الموسم سيء، لا هو موسم كويس، لكن حاله ليفربول هي اللي مصوره ان موسم صلاح مش افضل حاجه. طبعا باريس وبايرن ميونخ برضه دي ماتش تكسير عظام، للامانه باريس الموسم ده برضه شكله افضل، حاله ميسي مميزه جدا، نيمار كمان على غير العاده مستمر لفتره طويله، يعني دايما نيمار يتالق شويه فجاه تلاقيه اتصاب، حصل له مشكله، حضر عيد ميلاد كده غريب الدنيا، خناقه كده حاجات غريبه، لكن نيمار برده ماشي بشكل كويس. امبابي طبعا حاجه مميزه جدا، فلا هم ماتشين تكسير عظيم. حتى الامانه المباريات الثانيه مباريات قويه ولكن مش زي طبعا الماتشين دول يعني. وكان نيمار اللي عمل عيد ميلاد من سنه تقريبا وحضر فيه وقت الكوفيد، ولا كان نيمار بكل شويه تقريبا كان نيمار اللي بيخربها على فترات كل شويه عيد ميلاد بس هو يا اخي استثنائي حتى بكاريزمته لا هو يعني هو شخص مميز ولاعب مميز من هو صغير، حتى طريقه الترقيص بتاعه والدريبلينج والحاجات دي، دايما نيمار ده تشوفه هو مستوى فعلا، انت لو بتلعب قدام نيمار وبتشوف بيعمل حركات اللي هو كان بيعملها في الملعب لازم هتضربه، يعني لازم هو قبل ما يعدي منك هتقوم ضربه لان هو مستفز، يعني هو مستفز اللي قدامه فهو كمان على المستوى الشخصي بيعمل ساعات حاجات تستفز الناس، لكن هو لعيب جميل جدا. وللامانه هو كان ممكن يبقى يعني نيمار ممكن كان يبقى احسن من كده بكتير، ولكن في النهايه هو برده محقق مع البرازيل، محقق مع برشلونه نجاحات، ومحقق في اوروبا نجاحات، حتى على الصعيد الدولي ليه هو قادم منتخب البرازيل لميداليه اولمبيه كانت تاريخيه بالنسبه لهم، فيعني هو برضه ناقصه من الناس اللي ناقصها كاس العالم عشان يتحفر اسمه في تاريخ البرازيل يعني. طب لو رحنا لميلان مع دلوقتي توتنهام وعندك الانتر ميلان مع بيلعب بورتو، فبتشوف برضه دي ازاي ودي ازاي؟ ميلان طبعا من سنين كان بعيد عن البطوله ورجع وتاهل مع توتنهام، نقدر نقول ان الموضوع مش بعيد يعني الاثنين، توتنهام برضو دلوقتي ماشي بشكل جيد، هو في التوب فور في البريمير ليج، ميلان بتاريخه
فالمباراة أعتقد برضه ممكن تبقى 50-50 يعني 50-50 فعلا. لأن بس كفة ميلان أرجح ميلان شوية. تاريخياً يعني تاريخياً في البطولة. لكن توتنهام برضه في فترة من الفترات في يتأهل النهائي اللي هو لعبوه قدام ليفربول قبل كده. ففريق جيد ممكن هم يجوا في تركيزهم في دوري أبطال أوروبا بيختلف لأن طموحهم بيبقى فيه ليه وضع خاص لأن هم طبعاً كفريق صعب قوي يكسبوا بريمير ليج يعني. إنتر ميلان وبورتو. إنتر ميلان أعتقد على صعيد الدوري الإيطالي ماشي بس مش اعتقدش في افضل حاجه دلوقتي. نابولي هو اللي ظاهر اكتر في السيريا ايه وعامل حاله حتى في اوروبا عامل حاله كويسه. بورتو المفاجآت بتاعته هل يقدروا يكملوا ولا لا لكن اعتقد بنفيكا هو اللي من ناحيه البرتغال هو اللي فرصه ممكن تبقى افضل خصوصا هو هيلعب كلوب بروج برضه هو عامل مفاجاه في دوري الابطال ان هو تاهل يعني بشكل قوي وكان عامل 4 انتصارات متتاليه وكان حاجه كويسه لكلوب روج ودي برضو مباراه هتبقى جميله. لكن بنفيكا دايما لسه عندهم العقده اللي احنا عارفينها بتاعت ال 100 سنه دي لان حتى لو صعدوا نهائي بنسبه 99% هيخسروه لان لسه ال 100 سنه ما عدتش عن التصريح الراجل اللي كان ماسكهم. هو ايه حكايه التصريحات الغريبه؟ لا ده كان الراجل ده المدرب بتاعهم اللي خد معاهم 2 تشامبيونز ليج في الستينات متتالي تقريبا سنة بقى اتخانق معاهم على المرتب او حاجه كده فاقلوه فقال لهم انتوا ولا 100 سنه هتشوفوا دوري بطوله اوروبيه من بعدي ومات بعديها. بنفيكا كل ما يتاهل نهائي دوري ابطال اوروبا او دوري اوروبي يخسروا لدرجه قال لك الراجل ساب لهم لعنه قبل بس هانت ايزيبيو يقول لك مره راح له القبر صلى وقال له ارحمنا. فيعني بنفيكا تقريبا لسه لقي 30 سنه على اللعنه دي. تعالى بقى نروح نرجع مره ثانيه لرونالدو كريستيانو رونالدو وكان في كلام كده عن احتماليه اعتزاله لكره القدم بعد انتهاء فعاليات كاس العالم وقبل دور ال 16 في بطوله اوروبا ابطال اوروبا لا يعني هو رونالدو طبعا الوضع بتاعه في مانشستر يونايتد مش افضل حاجه اكيد حاله يونايتد نفسها ممكن ما نقولش ان هي افضل حاجه. قرار عودته اليونايتد في الوقت ده كان عاطفي اكتر منه اي حاجه ثانيه لانه يعني ما كانش حابب يكمل في يوفنتوس خصوصا بعد صفقه ميسي لباريس سان جيرمان يعني الامور كان هو بالنسبه له هو كمان عايز يتنقل نقله ثانيه. فانا شايف ان وجود رونالدو في مانشستر يونايتد مشكله يعني مشكله للفريق ومشكله ليه هو. فهي الفكره كلها هل هو في يناير هيقدر بعد كاس العالم يروح نادي ثاني ولا لا ما نعرفش. عايز كمان يكون مش اي نادي وعايز نادي كمان يكون بينافس في دوري ابطال اوروبا طبعاً. موضوع صعب لان خلاص العالم كله دلوقتي ما حدش هيقدر يدفع لرونالدو الراتب. احنا قلنا لو النقطه دي ربما تبقى هو بقى صاحب القرار فيها لو هو هيكمل هل هو عنده استعداد ان هو يخفض من مرتبه وفي نفس الوقت الرد اللي هيجي لك ده كريستيانو رونالدو صعب بالزبط. جدا يعني هو اعتقدش انه هيقبل مستحمل يعني. ان هو يبقى عنده كريستيانو وعلى الصعيد الثاني ايه النادي فعلا اللي ممكن ان هو يضم كريستيانو في هذا السن بهذا المستوى بالتجربه الاخيره بتاعت مان يونايتد يعني برضو لا هتبقى موضوع صعب جدا. انا وجهه أزمة. نظري هو لو قدر يتكيف مع تنهاج برضو المدرب للأمانة فكر أنه يستبعد كريستيانو بعد ما مشي من الملعب دي قرار فني يعني قرار فني وتربوي يعني هو كبير يعني ده كريستيانو في الآخر ده كريستيانو رونالدو فالنهاردة أنت لما تاخد قرار زي ده مهم ليك كمدرب أن الناس تعرف أنت بتحاول تسيطر على الفرقة. فالنهاردة هل كريستيانو يقدر بعد كده دلوقتي كريستيانو للأمانة كمان بيشارك رجع يشارك يعني هو الراجل خلاص لما الموضوع انتهى رجعه تاني بس حالة يونايتد نفسها مش أفضل حاجة كريستيانو نفسه مش هو اللي قادر يقود يونايتد في حاجه فيها مشكله. فهو يونايتد ما عندوش اقرب حاجه ليه ان هو يكسب اليوروبا ليج عشان خاطر يلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه ويبقى ده الانجاز لان برده مانشستر يونايتد صعب جدا ياخد بريمير ليج السنه دي. نفس الكلام برده اللي اتقال على احتماليه اعتزال كريستيانو رونالدو اتقالت الى حد كبير برده على ميسي وحتى على ليفاندوفسكي. بس ميسي الوضع مختلف شويه لان ميسي كده كده اعتزاله الدولي ده اكيد بعد كاس العالم مش هيلعب منتخبات تاني بنسبه كبيره. على صعيد الانديه هو عقده هيخلص نهايه الموسم ده مع يعني ميسي كان نقدر نقول هو في يناير فري اي حد عايز يتعاقد مع ميسي يقدر يكلمه. الله طب تشوف لنا الحكايه دي يا عم عين. ما مش يلا بينا شوف كابتن امير توفيق لو البادجت لو البادجت يسمح نروح على طول نخلص. فالنهارده ميسي باريس سان جيرمان بيحاول يجهز عقد عشان يقعده برشلونه بيكلموه ولكن الموضوع هيبقى صعب. في كلام انه ممكن يروح امريكا خلاص نهايه حياته يروح امريكا يستمتع ويستجم ويعيش العيشه اللطيفه اللي بتبقى هناك في امريكا ويلعب في النادي بتاع ديفيد بيكام. ف ميسي هو بعد كاس اعتقد ميسي لو خد كاس العالم ممكن
ممكن هو من نفسه يقول لك خلاص الموسم ده هيبقى الاخير ليا. يبقى خير هو اعلن، هو حسب معلوماتي ان هو اعلن ده اخر كاس عالم. لا انا قصدي لو خد كاس العالم يعني لو خد كاس العالم يبقى كره القدم خالص في نهايه في نهايه الموسم. لا دي هتبقى لكن لو ما خدش كاس العالم ممكن يلعب له سنتين ثلاثه نازل. خلي بالك برده طب ليفاندوفسكي، طيب ليفاندوفسكي سنا مش يعني مش كبير ابدا وفي نفس الوقت لياقه رائعه. طب ايه بقى ممكن يكون حاسس ان هو حاسس عمل كل حاجه هيكمل تجربته مع برشلونه. اعتقد دايما الكلام على الاعتزال ممكن اعتزال دولي، يعني اقرب حاجه لفاندوفسكي اعتزال دولي لان هو خلاص مع منتخب بلاده ما اعتقدش هيقدر عنده فرصه ان هو يلعب امم اوروبا تاني او يكسب امم اوروبا ويلعب كاس عالم تاني. فهم بيفكروا فيها دايما من الحته دي ان انا خلاص انا عملت كل حاجه مع منتخب بلدي ده اقصى حاجه. ليه دايما الناس اللي هي يتقال عليها اساطير اللي ليها تاريخ مضيء وعملت نجاحات مع منتخبات بلادها ومع الفرق اللي هي بتشتغل بتلعب فيها، ليه اغلبهم بتبقى نهايته لا تتناسب باي شكل من الاشكال مع المشوار ومع السيره الذاتيه بتاعته؟ لان هي اللقطه الاخيره، يعني انت وحظك في اللقطه الاخيره ممكن تبقى عامله ازاي؟ يعني وارد لقطتك الاخيره ما تبقاش افضل حاجه. النهارده ممكن ناخد نموذج عندنا قرار هنا. قرار الاعتزال بيحتاج اراده من حديد وخصوصا طبعا في ظل الارقام اللي مش اي حد عايزه اراده. يعني الموضوع صعب في لعيبه يعني واحد زي ابراهيموفيتش هو شايف انا اقدر اقعد العب لحد 40 سنه و 42 انا مبسوط انا بالنسبه لي. يعني في ناس ثانيه ما تقدرش، في ناس بتكابر يعني في ناس بتكابر يبقى هو نفسه مش قادر يسيب الكوره بعيدا حتى عن الفلوس هو مش قادر يسيب الكوره. لكن زي ما بقول لك احنا ممكن ناخد نموذج كابتن وليد سليمان النهارده اللقطه الاخيره بتاعته حلوه طبعا حتى للاسف يعني كان النادي الاهلي مش بطل للدوري ولكن هو كوليد سليمان لقطته الاخيره كانت حلوه انه خدها وقت كاس العالم للانديه وطلع اعلن ان هو خلاص بنهايه طبعا. الموسم هيعتزل فهي دي الكابتن وائل جمعه لما اعلن اعتزاله وقت ما اعلن اعتزاله كان بعد ما توجنا بكاس سوبر كابتن ابو تريكه كابتن مثلا كابتن بركات لما اعتزل هو اعتزل في وقت كان الدنيا فيه هاديه وبتاع فالناس ما حستش فهي كابتن حسام حسن لحد دلوقتي مثلا ما عملش ماتش اعتزال وحظه ان وقت ما اعتزل الامور ما كانتش افضل حاجه معاه فهي دي زي ما انت بتقول كده احنا بنتكلم في اللقطه هي اللقطه الاخيره دايما اللي بتبقى بتتبرر فانا اتمنى ان كريستيانو وميسي تحديدا لقطتهم الاخيره تبقى حاجه كبيره طبعًا. تتماشى مع يعني مسيرتهم الطويله دي لان احنا اجيال بتاعتنا لحقت لعيبه كتير طبعا لكن ما شفنا احنا ما انا ما شفتش مارادونا بيلعب بس انا شفت ميسي شفت كريستيانو انا شفتش بيليه ما شفتش نجوم كتير بتلعب لكن شفت الاثنين دول فاتمنى ان انا اشوف نهايتهم نهايه اسطوريه اي واحد فيهم هيكسب كاس العالم طبعا نفسي كريستيانو طبعا اكتر لكن لو ميسي خد كاس العالم يا سلام هتبقى حاجه كويسه. طيب احنا اتكلمنا عن اللعيبه اللي مستواها يمكن دلوقتي مع السن اختلف يعني او مستقبلهم، تعال نروح للنوادي بقى لان برضو احنا شفنا نوادي كتير وحد لهذه اللحظه احنا بنكرر هذه المشكله لكن فعلا عليها علامات استفهام لسه ما فهمناهاش. يعني تاني برشلونه وفهمنا ان عنده ازمات ماليه لكن برضو فنيا ما قدرش يعود، الكامباك بتاعه لسه بعيد جدا. مان يونايتد مع هذا التاريخ الكبير لهذا النادي برضو لحد دلوقتي مان يونايتد مش مان يونايتد، وفي بالمناسبه طبعا مباراه هتجمعهم هما الاثنين فيعني برضو هنشوف بس مش هي دي المباراه اللي كانت لو جمعتهم من كم موسم فات. الاثنين دول لعبوا نهائيين دوري ابطال اوروبا قبل كده لكن هل انت هتقارن الفتره دي بدلوقتي؟ كارثه يعني. برضو في اسماء لنوادي كتيره ربما بقت افضل، يعني مان سيتي مثلا متالق الى حد ما، بي اس جي الفتره الاخيره متالق الى حد كبير، بس ايه اللي بيفرق مع النادي ان هو فجاه تلاقي حد ليه تاريخ كبير جدا فجاه حصل دروب لايا كان سواء بقى مشاكل ماديه او فنيه او اداريه؟ يعني هي ميكس زي ما انت قلتي كده نهوان، ده بنتكلم في ميكس. مانشستر يونايتد ما نقدرش نقول مشاكل ماديه لان يعني دي ناس مانشستر يونايتد تحديدا نادي غني جدا وحتى الفلوس كم الفلوس اللي صرفها منذ اعتزال فيركسون التدريب لا تعد ولا تحصى زي ما بنقول كده، لكن دايما اختياراتهم فيها مشكله، دايما القايمه بتاعتهم على طول مش متسيطر عليها. يمكن انا من وجهه نظري انا مش مشجع قوي اليونايتد بس فتره مورينيو انا بالنسبه لي كانت كويسه لان لكن هي ما مشيتش مع النادي، لكن فتره فان جال كانت صعبه، ديفيد مويس كانت صعبه، حتى الفتره الحاليه هم بيحاولوا رغم ان هم صرفوا فلوس كتير. مانشستر يونايتد بيدفع رواتب ضخمه جدا وبيجيب صفقات بفلوس كتيره جدا في انجلترا، ولكن هي مشكله اداريه هتتحل امتى؟ لازم الاداره نفسها اللي يعني تبقى المشكله. نيجي عند برشلونه هي كانت مشكلته ماديه بلس ان الجيل اللي طلع مع بعض مره واحده في اواخر بنتكلم في 2006 تحديدا او 2005 لما ابتدى الجيل ده يظهر
على الساحه بتاع برشلونه اللي سيطر على كل حاجه في اسبانيا واوروبا، هو جه في فتره وانتهى خلاص، ده الطبيعه هم انتهوا ما قدروش يطلعوا جيل يمد. حتى التعاقدات بتاعتهم كانت دايما بتلاقي اللعيبه مختلفه عن مشروع لمسيه اللي هم دايما بيتكلموا عنه مع المشاكل الماديه. فدلوقتي هم على صعيد الليجا هم ماشيين كويس يعني، لكن اوروبا طبعا الوضع كارثي لسه. فلسه ميلان كان احد اسبابنا ماديا واداريا، يوفنتوس دلوقتي عنده مشاكل اداريه. فهي كده، هي الكوره زي ما بنقول ان دايما انت عندك الاداره، الفنيات، الماليات. بس بتبان بقى في لحظات يعني، تيجي تقعد 20 سنه مثلا نادي متالق ما عندوش اي ازمه، فجاه يحصل له مشكله. بس الدروب لو موسمين. طول لا، ما لو موسمين مش ازمه، لكن لو طول لكن أزمة. بنتكلم مانشستر يونايتد هنتكلم في 6 7 سنين عندهم برشلونة مشكله. برشلونه مش قوي، برشلونه اللي عندنا بنتكلم في سنتين ثلاثه لسه. كتير بتقول لك بعد يعني رحيل سير اليكس فيرجسون ما شافوش خير، ما شافوش خير باي حال من الاحوال يعني ما شافوش خير بمعنى ما شافوش خير. ميلان ده كان ازمه لان قعد سنين واقع. فهي دي بايرن ميونخ مثلا ممكن يقع موسم اتنين تلاقيه راجع تاني. فانا بتقولي ايه زي النادي الاهلي لما بنتكلم ده عن النادي الاهلي، نقول ايه وقعته سنه او اتنين اللي هي فتره الاحلال والتجديد، بس الامور خلاص على طول. ليه؟ لان في اداره شغاله كويس، في الماليات بتبقى موجوده بشكل كويس، بيديرها بشكل كويس، عندك فريق بتجيب احسن مدرب، افضل عناصر. فحتى حتى لو وقعت اللي هي الوقعه اللي بنسميها اللي هي الوقعه الكرويه. ايوه الطبيعي. في الرياضه انت عمرك ما هتسيطر على كل حاجه. وفي نوادي بترتبط بالمدير الفني يعني، عندك برضو برشلونه وجوارديولا اللي برضو طبعًا. كانت فتره التالق بس بعد يعني جوارديولا هم كسبوا، ولكن ما كانش برضو هو ده افضل حاجه طبعا. جوارديولا كان غير. فنتمنى ان برشلونه يفضل واقع شويه. شرير انت برضه يا اصل في اوروبا ما حدش هي حدش ما فيش مفيش اسبان مش اسبان هيتفرجوا علينا ويزعلوا مننا. مين قال لك البرنامج ده بيتابعوه؟ عالمي يا فندم. لا ده عالمي. بس عربي. الله، انت في اسبانيا احنا خاربين الدنيا. في عويس جاي حد بيترجم لنا هناك. نورت الدنيا كلها يا ايمن، بنسعد دايما والله بوجودك معانا وبنشكرك على وجودك. شكرا ليك يا ايمن بجد، شكرا ليك. شكرا. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا يا حضرات ونشوف خلاله كمان مجموعه لقطات من تدريب الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، ونطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله هيكون في لقاء بقى بين نهواند وبين دكتور علاء الدين احمد، وموضوع يهم كتير جدا من حضراتكم في الفقره الطبيه الاخيره. خليكم معانا. برحب بحضراتكم في الفقرة الطبية الأخيرة، وكل حلقة بيبقى ملف مختلف. احنا هنتكلم النهاردة في ملف مهم جدا، لأن حاجة احنا بنشعر بيها أو بنمر بيها يعني، خليني أقولها كده، أحيانا احنا بيكون عندنا للأسف الشديد الحل الوحيد لبعض الحالات تحديدا في مشاكل العظام هو التدخل الجراحي، سواء بنتكلم هنا نتيجة لتدهور المشكلة أو تعرض الشخص نفسه يعني لا قدر الله لحادث أليم أدى لذلك. طيب وفقا للدراسات الحديثة اللي وضحت كمان بأن هنا إعادة التأهيل بعد الجراحة ليها دور كبير جدا في شفاء العضلات والمفاصل، وكلام كتير وتفاصيل أكتر في النقطة اللي أنا اتكلمت بحضراتكم فيها، كل ده هنعرف فيه أو هنتكلم فيه. طب إحنا إزاي من الأول ممكن أن إحنا نحافظ أصلا على صحة المفاصل كمان، وبعد لو لا قدر الله في عملية إزاي برضو أحافظ على المفاصل بتاعتي بعد العمليات أو الحوادث أو إلى آخره. أعتقد ملف في غاية الأهمية، بس هنعرف تفاصيله أكتر والإجابات المختلفة على أسئلتنا من دكتور علاء الدين أحمد المستشار العلمي لشركة باكس فارما. يا صباح الهنا. لا هي مش صباح بقى، اتفقنا تبقى بونجور. بونجور، خلي بالك ده انا بقيت كل حته بقول ايوه خلاص بقينا نمشي نقول بونجور. يبقى نقول بقى صباح الخير اي حد دلوقتي بقول له بونجور. طب صح كده، بونجور عليك الاول وعلى الساده المشاهدين. خلينا بس الاول نقول الهدف الاساسي من الفقره بتاعتنا ان احنا بندي للساده المشاهدين ثقافه غذائيه، ثقافة دوائية، وثقافة صحية. هاي النهاردة يعني احنا في الثقافة الصحية. أيوة يعني المشاهد بعد ما يطلع من الفقرة يقولك اه والله انا ازاي اتعامل مع جسمي واتعامل ازاي معاه من الناحية العلاجية. بالظبط. حلو جدا. رقم واحد. رقم اتنين، ليه احنا بنتناول الموضوع ده الايام دي؟ لان معروف ان مع فصل الشتاء الام العظم بتزيد. وبنشتكي من الام العظام. وحضرتك في سياق حديثك في المقدمة بتقولي المفاصل. يبقى لازم الاول نعرف يعني ايه مفاصل. للاسف كمان المشكله دي موجوده في كل بيت مصري يعني طبعاً. هتلاقي ما فيش بيت يخلو منه حد عنده مشكله تقريبا في المفاصل طبعاً. فيعني اعتقد طبعاً. ملف مهم جدا طبعا. خلينا الاول نقول ان جسم الانسان من ضمن مكوناته هو الهيكل العظمي، العظام والمفاصل هو التقاء اي عظمتين ببعض. يعني حضرتك عندنا مفصل كتف، مفصل ركبه، اي التقاء عظمتين ببعض دول بيسموهم مفصل، والعظمتين دول بيرتبطوا ببعض عن طريق الاربطه والغضاريف. تمام. والغضاريف دي سبحان الله بتعمل زي مخدات بينهم سائل لزج علشان يمنع احتكاك العظمتين ببعض.
وده اللي يوضح لك امتى بتحصل خشونه الركبه مثلا على سبيل المثال. لما السائل ده يبقى مش موجود والغضريف دي يحصل فيها تاكل، فبنوصل لمرحله اللي هو بيسموه تاكل الغضاريف او خشونه الركبه، وطبعا دي بتبقى الامها مبرحه جدا. اوكي، احنا جينا اتفقنا ان احنا بنتكلم الاول على الهيكل العظمي، يبقى انا محتاج ان انا اعرف ازاي العظم بتاعي يبقى كويس، وخاصه واحنا داخلين على فصل الشتاء. حضرتك هو الاساس في العظم هو فيتامين دي. فيتامين دي لان فيتامين دي هو ايه اللي بيعمل؟ هو المسؤول عن ترسيب وامتصاص الكالسيوم في العظام، والعظم بتاعنا اساسا متكون من كالسيوم وفسفور. صحيح. يبقى الاول انا محتاج الاول اظبط فيتامين دي. وحضرتك احنا لو جينا النهارده عملنا تحاليل مثلا للناس اللي في القاعه هنا، هتلاقي 90% من الناس اللي عندهم مشكله في فيتامين دي. ايه ده؟ ليه ده كده باي ديفولت يعني؟ هو بص حضرتك، عادات سيئه غلط. ومعروف ان فيتامين دي هو المصدر الاساسي بتاعه للشمس، كلنا بقينا نقعد في التكييفات ما نتعرضش للشمس فترات طويله. الاكل يعني بتاعنا، هل فعلا الدول اللي هي مفروض ان جوها حار الى حد ما، منها برضو مصر نقدر نقوله، او الشمس فيها كويسه نقدر نقول كمان شعبها ما بيحصلش على المقدار الكافي من بس الشمس؟ هو خاصه لما يجي يتعرض للشمس، يتعرض للشمس امتى؟ يتعرض للشمس الفتره بتاعه الصبح او الفتره بتاعه المغربيه. بس ده ما بيحصلش، طبيعه الحياه بتاعتنا اختلفت. وعشان كده لما بنيجي نعمل تحليل فيتامين دي، هتلاقي ان 90% من الناس عندها مشكله في فيتامين دي. بقت بتبقى عندها مشكله فين؟ بقى عندها مشكله في العظم. بس كده ده العالم كله بقى يعني، حتى الاجانب كده. لان حتى يعني احنا يعني خلي بالك احنا بنتكلم في مصر، ما بالك بقى بره. بالظبط، احنا مصر هنا. فاول حاجه ان انا محتاج اظبط لك فيتامين دي، وبالتبعيه هظبط لك امتصاص الكالسيوم في العظم. صح. يبقى بالتالي انا هحل مشكله العظم، وبالتالي هروح على الغضاريف او المفاصل. خلينا وده الهدف الاساسي النهارده من الحلقه بتاعتنا، ازاي ان انا اخليه يبقى العظم بتاعك كويس والمفاصل بتاعتك كويسه. احنا اتفقنا الاول ان احنا عندنا اول حاجه في الكورس بتاعنا هو ان انا بديك الفيتامين دي بالصوره الصحيه الطبيعيه بتاعته. اول حاجه عندي حاجه اسمها الفيدا بيكس. ايه بقى الفيدا بيكس ده؟ اللي هو عباره عن تركيز، وده اول حاجه في الكورس بتاعنا النهارده. الفيدا بيكس تركيزه عباره عن 2000 انترناشونال يونت، اللي هي الوحده الدوليه، وده اوريدي للجسم بيبقى محتاجها كحاجه وقائيه. يعني انا هنا مش بديك التركيز ده كحاجه علاجيه، انما انت لو عايز تاخده كحاجه علاجيه بديك قرصين مع بعض، انما انت لو عايز تاخده كحاجه وقائيه بديك قرص واحد في اليوم فيتا بيكس، اللي هو ال 2000 انترناشونال يونت، اللي هي الوحده الدوليه. ده وقائيه بمعنى ان انا ما عنديش اي مشكله في المفاصل، بس انا باخده، ما عنديش مشكله في العظم، باخد فيتامين دي ولا اي مشكله، ارفع المناعه بتاعتي، ده بحسن الحاله المزاجيه، بيأثر معايا في موضوع الحرق. بس هو هنا فيتامين دي كونسنتريتد قد ايه؟ يعني لو انا اتكلمت في مكمل غذائي تاني 2000 ما بيبقاش بالقدر الكافي، لكن هنا ده كونسنتريتد بالقدر. 2000 انترناشونال يونت ده الكافي لجسم الانسان في اليوم كوقائي. لو انت عايز تاخد كعلاجي ممكن تاخد قرصين مع بعض. أوكي. انت بتاخده كروتين بالنسبه لك، تمام؟ طيب احنا دلوقتي ادينا لك فيتامين دي، عايزين بقى ندي الكالسيوم عشان نقوي العظم. ما انا محتاج فيتامين دي اديته لك، محتاج اقوي العظم. ده اللي موجود في المستحضر الثاني النهارده من مستحضراتنا في الكورس بتاعنا، اللي هو كورس العظم، اللي هو السي دي زي بيكس. ايه بقى السي دي زي بيكس ده؟ فيه الكالسيوم، ومش اي تركيز من الكالسيوم ده، فيه الكالسيوم ساتريت. ليه بقى الكالسيوم ساتريت؟ معنى ذلك ان في انواع تانية من الكالسيوم، بس الكالسيوم ساتريت ميزته ان هو ما بيتاثرش بالعصاره الحمضيه للانسان اللي بياخده. يعني تركيزه بتاخده بالصوره المثلى بتاعته، وكمان هو ما بيأثرش في معدتك، لان مشكلتنا مع الكالسيوم انه ممكن يدخلك في دور امساك، ممكن يعملك اضطرابات في المعده. لو كان يعني لو كان زياده، لو هو النوع غير الكالسيوم ساتريت. الكالسيوم ساتريت ده هو اللي مصرح بيه في امريكا واوروبيا، فوق ال 40 سنه بياخدوا الكالسيوم ساتريت، ما بياخدوش الكالسيوم كربونيت، لان الكالسيوم كربونيت مشكلته ان هو ممكن يعمل لي اضطرابات في المعده، وممكن يتاثر بالعصاره الحمضيه بتاعه المعده. الكالسيوم كربونيت ده اللي هو متوفر في ايه مثلا؟ لا ما يعني ما في مستحضرات فيها الكالسيوم كربونيت، احنا بنتكلم النهارده عن المستحضر بتاعنا اللي هو الكالسيوم ساتريت. يعني التاني ده مضر اصلا؟ بيأثر في المعده وممكن يتاثر بالمعده. أوكي. انما الكالسيوم ساتريت الفورم بتاعته دي لا بتتاثر بالمعده ولا تاثر في المعده، والتركيز بتاعها 1350 مللي جرام. خلي بالك انا يهمني جدا التركيزات، لان انا يهمني تاخد كورس متكامل بتركيزات متكامله. يبقى ابتدينا دلوقتي بالفيدا بيكس، وابتدينا بالسي دي زيد بيكس، يبقى احنا دلوقتي ظبطنا العظم. احنا في بدايه حوارنا كنا المشكله الاساسيه هي مشكله المفاصل، وعلى فكره مشكله المفاصل دي مشكله كبيره. يعني انت لو استنيت وعملت في المفاصل بتاعتك، العمليات الجراحيه مكلفه جدا، انت ممكن نفسك داخل في ارقام فلكيه. فاحنا من الاول بنقول لك لا، تعالى بقى ايه نشوف لك قصه المفاصل دي. احنا اتفقنا المفاصل دي عباره عن ايه؟ عظمتين مرتبطين ببعض باربطه، بينهم غضاريف، بينهم السائل اللزج.
يبقى انا محتاج النهارده اديك بقى الحاجه الثالثه اللي هي الجوينت ميكس، ازاي احافظ لك من خلالها على صحه المفاصل والغضاريف. عشان كده بنقول الجوينت ميكس عباره عن 5 في 5. ايه بقى قصه 5 في 5؟ في 5 مكونات وبيعمل 5 حاجات. اوكي، بس انا عندي السؤال قبل ما نخش في ده، احنا الكورس 3 مع بعض ولا اخد واحد لما انا بس عايزه اهتم بالغضاريف، عايزه اهتم بالعظام؟ هقول لك على السؤال ده بس في الاخر خالص. ليه؟ لان هي هتلاقي في الاخر الكورس بقى شرح هو نفسه. اسمه كورس. اوكي، انا عايز احافظ لك على. طيب خلينا في النقطه دي دلوقتي. دلوقتي احنا خلاص، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله المفاصل والغضاريف وازاي احافظ على المفصل، ان انا ما اوصلش للعمليات الجراحيه وتكلفتها العاليه جدا وتاثيرها على الاكتيفيتي بتاعت الشخص نفسه كمان، الحاله الاقتصاديه بتاعته. يعني هو بالاضافه ان هو يدفع مبالغ عاليه، ان هو هتاثر كمان في حياته. فانا بقول لك لا، تعالى لي بقى من الاول خالص كده ازاي. وحضرتك بص، لو تلاحظ الرسم اللي قدامنا بيشرح ايه بقى اللي بيحصل في حته المفاصل. احنا اتفقنا ان المفصل عباره عن عظمتين وارتبطوا ببعض عن طريق الاربطه بينهم سائل لازج والغضاريف. وجد حضرتك ان المستحضر بتاعنا النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها كلوكوزين، كلوكوزين والجونترين، وعندنا حاجه اسمها الهيلوريك اسيد. ايه بقى دول؟ هم دول المسؤولين عن تجديد الاربطه والغضاريف وصحتهم. وسبحان الله تكتشفي ان اوريدي الجسم بيصنع المواد دي، بس مع العادات السيئه الغلط ومع السن او مع الحركات العنيفه او مع الحركات الغلط المواد دي بتقل. فانا محتاج اديها لك في صوره مكمل غذائي. ليه؟ لان انا عايز احافظ على تركيزها اللي يحافظ لك على كفاءه المفصل بتاعك. ده للرياضيين يكون مفيد جدا. ده خلي بالك هو للرياضيين ولكل الناس، لان حضرتك هو الناس اللي بتمشي على المشايه دي بتعاني من خشونه الركبه. لان هو السائل اللزج ده بيقل، اللي هو الهيرونيك اسيد ده، اللي هو موجود عندنا على فكره، وموجود عندنا بتركيز 50 ملي جرام. يعني اصلا الحركه كتير حتى في الجيم لما نتكلم دي بتؤثر على الغضاريف وغير. بالعكس المفروض ان هي بتبقى يعني الحركه على المشايه، تلاقي الناس معظم الناس اللي بتمشي على المشايه غير اللي بتمشي على التراك. اللي بتمشي على المشايه بعد فتره بيبقى عندها الم في ركبتها. ليه؟ نتيجه ليه؟ لان هو السائل ده قل، وممكن يبقى يحصل عنده تاكل في الغضاريف، وبعد كده ممكن نخش في تغيير مفصل. فاحنا بنقوله لا، انت تاخد الكورس بتاع الجوينت ميكس ده كحاجه وقائيه. تمام؟ طيب احنا برضو عندنا من ضمن، احنا اتكلمنا ان هو بيعمل 5 حاجات، لان هو 5 في حاجه. عندنا حاجتين تاني اللي هو الجينجر. والجينجر ده حضرتك اللي هو مستخلص الزنجبيل، اللي هو بيعمل ايه بقى حضرتك؟ ده مضاد للالتهابات، لان من ضمن الاعراض اللي بتيجي مع مفصل الركبه او التهابات الركبه ان هو بيبقى عند العيان ده عنده الم في الركبه. تمام؟ فانا بديله من ضمن مكونات جوينت ميكس، بديله الجينجر ده بيشتغل كمسكن للالام وبيحسن الدورة الدموية في حتة الركبة أو في المفصل عموما، فده بيحسن أو بيسرع من شفائه. لا عايش الجينجر باخده في شكل ايه؟ هو موجود حضرتك في، ما احنا دلوقتي بنتكلم في الجوينت ميكس. ده من الانجريدينتس. من ضمن مكونات الجوينت ميكس، ما احنا اتفقنا ان هو عبارة عن 5 في 5. اوكي. بنتكلم على 5 مكونات بيعمل 5 حاجات. احنا دلوقتي اتكلمنا على بناء الغضاريف والأربطة، اتكلمنا على سهولة الحركة، لأن عندي المشكلة برضو العيان اللي بيعاني من المفصل بيبقى عنده مشكلة في الحركة بتاعته، فانا بالجوينت ميكس سهلت له الحركه بتاعته. واتكلمنا على ان هو مضاد للالتهابات عن طريق الجينجر. في حاجه تاني اللي هو البروملين. البروملين ده اللي هو مستحضر الاناناس، بيشتغل حضرتك ايه؟ لان في بعض الاحيان مع الناس اللي بتعاني من التهابات المفصل بيبقى عندها ورم في الحته دي متورمه، فانا بديله هنا عن طريق الجوينت ميكس. من ضمن مكونات الجوينت ميكس اللي هو البروملين بيشتغل مضاد للتورم. يبقى النهارده هو عمل لي 5 حاجات: اعاده البناء الاربطه والغضريف اللي هي مسؤوله اوريدي عن المفصل، الحاجه الثانيه ان هو بيحسن لي من حركه المفصل، الحاجه الثالثه ان هو بيقوي العظم، الحاجه الرابعه بيشتغل كمضاد للتورم اللي بيبقى مصاحب الركبه، الحاجه الخامسه اللي هو مسكن الالام. حلو جدا. ده الكرسي بتاعنا. حضرتك سالتيني سؤال في الاول خالص، يعني انا اخد بقى كل حاجه لحاجه؟ لا، هو ما دام بنتكلم على كورس حضرتك، يعني كورس يعني كله في نفس الوقت. حتى لو انا مش محتاجه انا بعمل وقايه. احنا اتفقنا الكورس بتاعنا فيه مستين، هو كورس وقائي وكورس علاجي. يعني انت لو عايز تاخده كوقائي، ستات البيوت بتاعنا اللي بتتحرك، اللي بتطلع سلم بطريقه غلط، او النرادين اللي بيلعبوا بطريقه معينه بيرفعوا اثقال، دول بديله الكورس ده كورس وقائي. لا بتبقى كبسوله واحده او حبايه. لا بس ما دام بنتكلم على كورس يبقى بنتكلم على اكتر من حاجه في نفس الوقت. طب ما نقولها بدل ما نخش على التاني، خلينا في الوقائي دلوقتي. دلوقتي هو الكورس الوقائي، ان انا بديك الفيتا بيكس ده، بديهولك قرص بعد الفطار مع القلب مالتي فيت،
والالم مالتيفيت برضو ده معانا، لان هو الالم مالتيفيت لو احنا بنتكلم على تركيز الكالسيوم 1350 فعندي كمان تركيز الكالسيوم في الالم مالتيفيت 70، يبقى انا اديتك هنا ايه جرعه متكامله من الكالسيوم. يبقى حضرتك بتاخد قرص الصبح بعد الفطار من الفيدا بيكس كمصدر لفيتامين دي والالم مالتيفيت كمصدر للفيتامينات والمعادن. طيب نيجي بعد الغداء بناخد الكالسيوم اللي هو سيد زيت بيكس عشان اديك التركيز اللي انت محتاجه منين؟ من الكالسيوم، بديهولك بعد الغداء. بنيجي بالليل بناخد قرصين من الجوينت بيكس بعد العشاء. يبقى انا ايه اللي حصل هنا؟ انا اديتك كورس متكامل يحافظ على قوه العظم بتاعتك وكمان يحافظ على كفاءه المفاصل والغضاريف والاربطه. وده يخليك ما تخشش بقى فين؟ في العمليات الجراحيه اللي احنا ابتدينا بقى الحوار بتاعنا. وما ادراكي ما العمليات الجراحيه؟ طب معلش انا عندي برضو سؤال، لو حد يجي يقول لك طب وانا ما بعانيش من حاجه ليه اخد كل الكورس ده؟ يعني برضو رد حضرتك على ده ايه؟ بص حضرتك، لو انت زي ما حضرتك بتقول، لو انت رياضي او بتمارس رياضه في الجيم او حضرتك بتطلع السلم بصوره يعني اوفر شويه، حضرتك يستحسن انك تاخد هذا الكورس القوقائي. لو انت عندك مشكله في العظم يبقى بتاخد هذا الكورس القوقائي. على فكره الناس اللي يعني الناس اللي بتعاني من المفاصل هي يقول لك انا حاسس ان الحركه ساعات بتخني. الحركه دي بتخني، خلي بالك انت داخل على مشكله في الغضاريف والاربطه. هو هنا بقت المشكله عنده في الاربطه وفي الغضاريف. يبقى انا بديك النهارده كورس متكامل امبريلا، يعني شمسيه فيها مجموعه متكامله علشان احافظ على كفاءه العظم بتاعك وعلشان احافظ على متانه وقوه وسلامه المفاصل. حلو جدا. طيب انا هقول ان ده مثلا ممكن يكون ريزنبل قوي او منطقي جدا للناس اللي هي كبار السن شويه، او هنقول من بعد 30 سنه، بلاش كبار السن، لكن الشباب او الاطفال هل الكورس ده بينطبق معاهم برضو؟ يعني الاعمار ايه عشان نبقى فاهمين؟ حلو قوي. خلي بالك الاعمار، احنا فيتامين ده اتفقنا انك مجرد ما تقدر تبلع بتاخد الفيتامين دي، اللي هو خاصه ان الفيتامين ده المفروض يبقى روتيني جدا لان داخلين ونزلات البرد بتزيد وهو بيقوي المناعه. الكالسيوم لان احنا عندنا اوريدي كلنا مشاكل في الكالسيوم، لان احنا ما بناخدش، يعني حضرتك على سبيل المثال هو حضرتك المفروض انك تاخدي في اليوم اسمها 3 وحدات من اللبن، سواء كان لبن او زبادي. هل ده بيحصل؟ مش ريجولر. مش ريجولر. فانا بقول لك لا، طب انا بقى هديك هنا مكمل غذائي عباره عن كالسيوم، كاني بالظبط اديتك 3 كوبايات لبن او 2 كوبايات زبادي كوبايه لبن. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ حاجه روتينيه. تمام. طيب نيجي نتكلم على الحاجه الثالثه. الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ اللي هو الجوينت بيكس بتاعنا. الجوينت بيكس بتاعنا، لو انت النهارده بتحس بالم في المفصل بتاعك او حاسس او بتمارس رياضه عنيفه، فهو بيقول لك لا خد بقى الجوينت بيكس ايا كان سنك كحاجه وقائيه. طيب هايل. يعني بنتكلم برضو ان الاعمار الصغيره مفيش مشكله، ده مفيش شيء وقائي، ده فيتامين او مكمل للغذاء. هو ميزه الكورس بتاعنا ان احنا بنتكلم على مصادر طبيعيه. يعني خلي بالك جبنا المصادر الطبيعيه وحطيناها في صورة قرص سهل انك تاخده او صورة كبسولة سهل انك تاخدها. كويس جدا. طيب هنفترض ان حد اوريدي بالفعل عمل عملية في المفصل مثلا، هل نقدر نقول له برضو انت ممكن بعد العملية تاخد هذا الكورس؟ يعني حتى لو هو راح لأوحش حاجة وهي الجراحة، نقدر برضو ان احنا نعوض بفكرة هنا ان احنا نلجأ للكورس ده بعد الجراحة؟ بص خلي بالك، هو ما دام عمل عملية فهو بيتابع مع طبيب. تمام. ولكن انا من خلال مكاني هنا بقول له انت بتاخد قرص امن وعباره عن مكملات غذائيه. ولكن برضه يستحسن ان هو يرجع للطبيب بتاعه. ولكن انا بقول له حاجه كده، بديك حاجات من مكونات طبيعيه فمفيش مشكله انك تاخدها، ولكن يستحسن انك ترجع للطبيب بتاعك. اوكي. طيب ازاي نحصل على هذا الكورس برضه؟ هل متوفر في الصيدليات ولا موجود بس من خلال؟ خلي بال حضرتك احنا اتكلمنا على الكالسيوم. الكالسيوم موجود في من اكتر من مستشفى، المستشفيات الكبيره كمان. تمام. دي رقم واحد. رقم اثنين، ارقام التليفونات موجوده قدامنا على الشاشه اهي، فسهل قوي انك تتصل بالكول سنتر، وموجود في بعض الصيدليات بيجيبوا لك الكورس لحد عندك. وعلى فكره السعر بتاعه مور ريزنبل بالمقارنه بالحاجات الثانيه اللي هي المستورده، خاصة وإن احنا بنتكلم على تركيبة متفردة مش موجودة في أي مستحضر تاني. وواخد موافقة طبعًا من هيئة السلام. طبعًا احنا ما نطلعش نتكلم إلا لما نبقى واخدين الموافقة بتاعتنا وكل ورقنا من هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة والكلام ده كله. رائع جدًا دكتور علي، للأسف الوقت بيجري والله. بس احنا يعني قدرنا برضو من خلال الحلقة إن احنا نغطي كل حاجة تقريبًا خاصة بهذا الكورس. في حاجة حضرتك عايز تضيفها قبل ما أختم؟ طبعًا احنا نتمنى زي ما قلت لك في الأول، احنا الهدف من الفقرة بتاعتنا إن احنا بندي ثقافة غذائية وثقافة طبية وثقافة دوائية للمشاهد بتاعنا. نتمنى إن احنا النهاردة نكون وفقنا في إن احنا نوصل رسالة ونحل مشكلة كبيرة ومشكلة العظام والمفاصل. رائع جدًا. احنا على كل حال طبعًا مستمرين، وكل حلقة بيبقى فيها ملف مختلف خاص طبعًا
بالصحة العامة اللي بتفيد حضراتكم. شكرا جدا دكتور علاء، نشوفك إن شاء الله في حلقة جديدة، وبشكر حضراتكم على متابعتنا. أشوفكم أنا وكريم أكيد في حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.